ورحمه الله تعالى وبركاته، عارف راسي رانا مقفر قلت لكم غنبدا لايف مع الخمسه ودابا السبعه، معطل اخوتي بشحال، معطل شي جوج سوايع. اعتذر بزاف اخوتي قلبني واحد القضيه تخرج في الوقت اخوتي وفي التوقيت. كنعتذر بزاف ان شاء الله اخوتي ونعوض لكم ان شاء الله في الخدمة. لايف ماراطوني لايف شامل للفرد الاول، الدوره الاولى ان شاء الله ديال الاولى بكالوريا عرفتي غيكون لايف شامل دو ا ا زيد، معنى هذا لايف شامل اخوتي معنى هذا انه غيتم شرح جميع الدروس خاصين بالفرد الاول الدوره الاولى. ديال الماده الفيزياء من تنقول لك جميع الدروس غادي نعاودوا الدرس ديال الغوطاسيون دان سوليد اوتور دان اكس فيكس غنعاودوا الدرس ديالو تخافا اي لا بويسونس وخدموا لي التمارين ديالو غنخدموا اخوتي اخر حاجه وهو مرحبا <applause> خطرتيها معنا استاذ خوتي راه تقول في التوقيت ماشي مشكله راه تا تاخذي شويه في التوقيت غنعاود لكم ان شاء الله اخوتي في الخدمه وسمحوا لي بزاف على التعطيل هذه اللي درت لكم اليوم كيما قلت لكم اختي ان شاء الله اليوم ان شاء الله غيتم مراجعه جميع الدروس اللي غدوزو ان شاء الله في الفرد الاول ديال الدوره الاولى هنا اخوتي كندوي على الدرس ديال لا كونتيتي دو ماتيير كميه الماده الدرس الاول اللي هو الدرس اللي عندكم في الكيمياء بيان سور دوزو في الكيمياء كاملين ناخذ الدرس ديال لا كونتيتي دو ماتيير كميه الماده بالعلاقات ديالو كاملين بالعلاقات ديال لي دونسيتي ديال الماس بونيميك بالعلاقات ديال لي سواء لا كونسونطراسيون ماسي ولا لا مولير وايضا اخوتي غيتم شرح الدرس ديال الغوطاسيون دان سوليد اوتور دان اكس فيس مع الاشتغال على جميع الحالات الممكنه في داك الدرس وغنختم اخوتي بالدرس ديال ترافاي لا بويسونس حتى هو اخوتي غيتم فيه الشرح اون ديتاي ديال الفقرات كلها ديال الدرس ديالنا مشينا اخوتي على بركه الله مشينا على بركه الله وكلشي ديال الله سبحانه وتعالى نبداو اخوتي على بركه الله مع اللايف ديالنا كيما قلنا اخوتي غيتشرح جميع الدروس خاصين بالفرد با الاول ديال الدوره الاولى ديال الاولى بكالوريا على بركه الله اخوتي مع اول درس كيما كنعرفوا هو الدرس اخوتي ديالاش الدرس ديال لا كونتيتي دي دو ماتير طالب واحد ديما تنطلبوا لكم اخويا ما تخسر والو انت ما تخسر والو غتجي هنايا غتبارطاجي مع خوتك علاش باش يستافد اكبر عدد ممكن ديال خوتكم راه ربما ما تعرفش انت ديك البارطاج اللي غتعاون به شي دري صاحبك تكون حتى في تغيير النقطه ديالو ان شاء الله يوم الامتحان اذا اخوتي كيما قلنا الكيمياء غندوزو فيه لا كونتيتي دو لا ماتيير كميه الماده هاد كميه الماده اخوتي كميه الماده كميه الماده كميه الماده فهو درس اخوتي كيقراو كاع الشعب وعندكم اخوتي درس راه ساهل بزاف ديال كميه الماده عاد شي في طونكوم على فونتاج ديال كميه الماده الكيمياء بعدا نقول بدا الفيزيكا اخوتي الغوطاسيون والدرس ديال لو طرافاي لا بويسونس دروس الاغلبيه ديال الكلام ما قراوش العام الفايت ولكن باش تقول لي كميه الماده وكيل ما قريتي العام الفايت كل ما عندك هذا العام هذا غندير هنا اختي واحد الملخص شامل اللي ديجا كنت شارحه لكم بزاف المرات عاد نبداو ان شاء الله اختي مع التمارين ديالنا غنبداو ان شاء الله اختي مع اول فرض راه عندكم هنا مجموعه ديال الفروض نحاول ان شاء الله نبداو اختي على مولانا مع هذا الفرض هذا الاول يلا اختي على بركه الله مشينا توكلنا ارى لي واحد الملخص عندك كبدا في البدايه قبل ما نبدا الشرح انت قبل ما نبدا الشرح غندير واحد الملخص ديتاي او ملخص مركز للدرس ديالنا ملخص مركز للدرس ديالنا واحد الريزومي عام وشامل هذا الدرس هذا ديال لا كونتيتي دو شوف اي تلميذ عارف اخوتي ان كميه الماده راه هي تقريبا النص ديال النقطه ديال الفرد راه النص ديال الفرد ديالكم كامل داير علاش داير على كميه الماده لا كونتيتي دو ماتير كميه الماده يلا اخوتي مشينا على بركه الله كنعرفوا جميع ان كميه الماده لا كونتيتي دو ماتير كتنقسم لينا الى اربع علاقات كنقراهم ان شاء الله كميه الماده اللي كنرمزوا لها بان واللي كتكون الوحده ديالها هي المول كميه الماده اللي كنرمزوا لها بان واللي الوحده ديالها هي المول هاد كميه الماده اخوتي كنعرفوا انها كيتم الحساب ديالها عن طريق اربع علاقات اللي خاصين بالكميه الماده كاين العلاقه الاولى ديال كميه الماده اللي عندها علاقه مع الكتله مع لا ماس اللي كتقول لي ان كميه الماده ديال اي عنصر اش كتساوي كتساوي لا ماس سيغ لا ماس مولير الكتله على الكتله الموليه وكاين العلاقه ديال كميه الماده اللي عندها علاقه مع الحجم اللي كتقول لي كميه الماده هو الحجم على الحجم المولي وكاين العلاقه ديال كميه الماده اللي عندها عدد علاقه مع لو نومبر دي بارتيكول كتقول لي ان سيغ ان ا وكاين كميه الماده اللي عندها علاقه مع لا غولاسيون دي غاز بارفي اللي كتقول لي بي في في كتساوي ان فوا ار فوا وهذوما وهادو هما العلاقات بربعه اللي كنخدمو بهم في كميه الماده كل علاقه عندها الحالات اللي حنا كنستعملوهم فيها بحال دابا اخوتي مثلا هاد العلاقه رقم واحد باللي تيبقاو يسولوني اخوتي واش اولى بكالوريا ولا ثانيه بكالوريا ها انت اخويا هذا راه اللايف ديال اولى بكالوريا الفرد الاول غيتم شرح جميع الدروس الخاصين بالاولى بكالوريا اللي غدوزو في الفرد القادم كلشي عنده فرد نهار الجمعه واللي ما عندوش اخوتي فرد نهار الجمعه راه كان الاستاذ ديجا علمو وقال لي بانه ان شاء الله راه غادي يكون فرد عنده هاد الايامات يعني هاد اللايف ديال اليوم ان شاء الله لايف تقديمي ولايف ختامي الله يرضي عليكم انا غادي يطيب معايا اون ديتاير طيب خصوصا انني غادي طيب معكم معاكم جميع الدروس دو ا هذا أخوتي راه رقم واتساب ديال لوفخ ديال الاولى باكالوريا اللي خاص بالتلاميذ ديال الاولى باكالوريا كيما قلت لكم اخوتي راه اخر بقى يومين في التسجيل في العرض وغادي نحبسوا اخوتي التسجيل في العرض اخر يومين ديال التسجيل هو غدا وبعده ان شاء الله اخر يومين اخوتي وغادي نسدوا الباب ديال التسجيل ديال الاوفخ ديال العرض ديال الاولى باكالوريا كما قلنا اخوتي اول حاجه الى نرجع اختي الموضوع ديالنا قلنا كميه الماده اخوتي عندها هناك اربع علاقات من اجل حساب الكميه الماده كاين العلاقه اللي كنستعملوا فيها الكتله على الكتله الموليه هذه العلاقه الاولى كنشدوا واحد العنصر كنقسموا الكتله ديالو على الكتله الموليه ديالو باش نلقاو كميه الماده ديالو كاين العلاقه اللي كنستعملوا فيها الحجم على الحجم المولي كاين العلاقه اللي كنستعملوا فيها لو نومبر دي بارتيكول على لا, لا كونستانت دافوغادرو وكاين العلاقه الاخيره واللي هي لا غولاسيون دي غاز بارفي واللي كتقول لي انه الضغط ديال داك الغاز هو الحجم ديالو كيساوي كمية المادة فوا إر فوا تي، وهادو هما العلاقات ديال كمية المادة، هنا تقول هدل. لي هاد الشيء أنا قريتو العام فات، هو كنت متافق معاك 100%، إذا عندنا واحد العلاقات جداد غادي نقراوهم هاد العام هذا، هما اللي خاصين علاش حنا عاود الأساس إذا قراونا كمية المادة مرة أخرى، حنا عاودنا قرينا كمية المادة مرة أخرى، لأنه ما خوتي كيما قلت لكم كاين هناك واحد الأسئلة أو واحد المعلومات جداد غادي نتعرفوا عليهم هاد العام هذا، هدل. أول معلومة وهي رو، شنو هي خويا دريس رو؟ تركز معايا مزيان، رو كنسميوها حنا بالكتلة الحجمية، كاين اللي كيرمز ليها بنو برو كاين اللي كيرمز ليها بنيك ولا باش كيرمز ليها المهم شنو هي هذه هذه سميتها الكتله الحجميه مي سميتها الكتله الحجميه فرا اوتوماتيكمون اختي اش كتساوي كتساوي الكتله على الحجم وعندنا العلاقه الثانيه وهي العلاقه ديال لا دونسيتي دي. دي اللي كتساوي لنا رو ديال داك العنصر على رو ديال لو على رو ديال الماء اذا بغيت تحسب لا دونسيتي ديال واحد العنصر اش كتقسم اخوتي كنقسمو اوتوماتيكمون رو ديال داك العنصر اللي انت بغيت تحسب ليه لا دونسيتي ديالو على رو ديال لو. هنا ملي غتسمع اخوتي الكلمه دي ديال رو ديالو خاصك تعرف بانه رو ديالو راه كتساوي جوج ديال القيم يقدر هو في الامتحان يعطيكم اخوتي هاد رو هادي هاد ديال الماء يقدر يعطيها لكم بهاد العلاقه واحد غرام بار ملي لتر تقدر انت تخدم بهاد العلاقه هاد وتقدر تخدم ب 10 اس 3 غرام بار لتر اذا اما كتعوضها اخوتي هضروا ديال لو اما كتعوضها بواحد غرام بار ملي لتر اما كتعوضها اخوتي ب 10 اس 3 غرام بار لتر كل وحده اخوتي وامتى كتستعملوها غيكون الشرح ديالها بيان سي اخوتي اون ديتاي ان شاء الله اذا العلاقه رقم 5 في الدرس ديالنا العلاقه رقم 6 كما قلنا خاصه اخوتي بلا ماس سور لا ماس مولير لا ماس لا ماس فوليميك كتساوي لي ليا لا ماس على الفوليم واخر حاجه خوتي. واخر حاجه اخوتي واخر حاجه اخوتي, أخوتي بيان اخر حاجه وهي كيفاش مع بحال هذا الكا هذه بحال مرحبا انا ندير اخوتي انا غندير انا ندير اخوتي لو دخافاي الى بويسونس طبيعي الحال غيكون تا لو دخافاي الى بويسونس ما تخافوش اخوتي غيكون ان شاء الله تا لو دخافاي الى بويسونس كنوصلوا من وراء اخوتي العلاقات اللي خاصي ليا باش خاصي ليا بالحالات الخاصين ديال الدرس ديالي كيفاش غادي نتعامل معاهم وانا اخوتي غندوي على بزاف ديال المعطيات بيان سوغ غادي يتم الشرح ديالهم اون ديطاي ان شاء الله ملي غادي نوصلوا لكل علاقه على حده نبداو خوتي على بركه الله راه لي خويا التمارين ومن خلال التمارين غتزيدو اخوتي تفهمو اكثر هاد الشيء هذا وتزيدو تفهمو اكثر هاد التحويلات والعلاقات وليزونيتي وكاع داك الشيء اللي غيخصكم ان شاء الله كامل غادي نشرحوها خوتي اون ديتاي ان شاء الله في هذا اللايف هذا نبداو على بركه الله مع اول فرض عندكم ها هو خوتي اول فرض عندنا اصبر اصبر اصبر, أصبر ها هو اول فرض عندنا اول فرض عندنا شنو هو هذا الدوفوار رقم واحد غادي نصحوا جوج ديال الفروض اللي دي خاصين كميه الماده وعاد كاينه هاد التمارين هادو اللي خاصين ليا باش اللي خاصين ليا بالكميه الماده كاينه التمارين اللي خاصين كمية الماده وكاين هذا الفرد هذا ان شاء الله غادي نصحوه غادي نحاولوا اختي نصحوا هذا الفرد هذا ونصحو ان شاء الله هاد التمارين هذا بدأوا على مولانا اختي ان شاء الله مع التمارين ديالنا اعتذر راه ما طبعتش اختي الورقه كنت نسيت بلي رانا ما طبعتش الورقه وخدمت بهم ديريكتومون شوف من ملي ملي نبداو الغوطاسيون نشرح لكم الغوطاسيون نشرح لكم ليكواسيون اوغير اللي بزاف ديال الوليدات عندهم فيها مشاكل يلا على مولانا اختي مع اول تمرين انت مهابطين اختي على هذه السلسله هذه شوف لايف شامل لايف لا صبرتي فيه راه شامل من الاول حتى الاخر راه شامل كلشي راه شامل كلشي يلا خويا على بركه الله اول حاجه التمرين الاول ليكزارسيس نيميرو 1 فالتمرين الاول قال لي واحد العنصر عندنا سيدي واحد العنصر ديال الصابون مالو عنده واحد لا فورميل اللي هي سي 18 هذا التمرين الاول يلا خوتي معايا يلا خوتي معايا هذا راه التمرين الاول يلا خوتي معايا التمرين الاول يلا التمرين الاول ها انت ها التمرين الاول ها التمرين الاول ها التمرين الاول ها التمرين الاول هذا واحد العنصر اخوتي ديال الصابون واحد العنصر ديال الصابون الصيغه ديالو سي 18 ياك اش 35 او دو ان ا هذا هو العنصر ديالنا ديال الصابون هذا العنصر ديالنا ديال الصابون قال لي اخويا بانه عاطيني ام ديال هذا ها انتم عاطينا اخوتي ام ديال الكربون معروفه هي 12 عاطيني ام ديال الهيدروجين معروفه اخوتي هنا اوتوماتيكمون هي واحد معروفه ام ديال او هي راه عاطيها لي هي راه 16 ومعروفه ام ديال ان ا راه معروفه اخوتي راه كتساوي ديما 23 راه ما لكم هنا نسى اخوتي ما عطاهاش لنا في التمرين ديالنا نبداو اخوتي على مولانا مع اول سؤال اول سؤال كيلي لي لا ماس مولير دي سافون هذا خوتي راه تمرين تقديمي فهمتي غنحلو به الشهيه غا باش نحلو به الشهيه باش ما تبقاش تالف معايا انت في الدرس ديالنا غا الشهيه غنحلو بها اخوتي غا الشهيه اذا اول سؤال اش قال لي اخوتي فيه عطيني هذا العنصر هذا عطيني لي ماس مولير ديال كل حاجه على حده وطلب مني في اول سؤال كيفاش انا نستعمل العلاقه رقم واحد اذا نبداو في الاول بهذه العلاقه الاولى شنو هي العلاقه هذه كيفاش تحسبوا كميه الماده بالاعتماد على الكتله والكتله الموليه كنعرفوا انه اخوتي من كيطلب مني شي استاذ اني نحسب الكتله الموليه ديال واحد العنصر ما بحال مثلا دابا هنا الكتله الموليه ديال سي 18 اش 35 او 2 ان ا آه. الطريقه راه سهله شنو هي الطريقه كتمشي معايا دره بدره دره بدره دره بدره اذا شحال غنبداو هنا نديرو هنا تساوي في الاول شحال من كربون عندكم هنا 18 اذا غتبديرو الانطلاقه ديالكم غديرو هنا 18 فاش مضروبه في ام ديال سي شحال من كربون عندنا هنا عندنا 18 على درت هنا 18 في ام ديال سي زائد شحال من هيدروجين عندك هنا 35 اذا غديرو هنا 35 فاش ام ديال اش غنتبعو لي اخوتي الاوات شحال من او عندنا هنا عندنا تما كاينه جوج ديال الاوات اذا زائد شحال زائد جوج في ام ديال او واخيرا اخوتي هنا الان ا شحال من ان ا عندي هنا عندي غا وحده اذا غندير زائد الام ديال ان ا وهذا اخوتي من العناصر ديالنا كيفاش كنحسبوا لي لا ماس مولير ديالو كنكمل اخوتي من وراها ان شاء الله كنبدا نعوض كل حاجه بالقيمه ديالها كندير 18 فوا ام ديال سي اللي هي 12 زائد 35 فوا ام ديال اش فهاد الحال اخوتي ام ديال اش هي واحد زائد جوج في ام ديال او شحال هي انا ام ديال او هي 16 زائد ام ديال ان ا في الحاله ام ديال ان ا هي 23 غنكمل اخوتي التعويض ديالنا نعوض اخوتي كل حاجه بلا فالور ديالها كل حاجه اخوتي باش نعوضها بلا فالور ديالها صبر اخوتي راه اول تمرين غتقديم انت التمرين الاول غتقديمي اه نحلو بها اخوتي غشايه اه نحلو الشايه راه اللايف يبارك فيه اكثر من جوج سوايع اه, آه صبروا اخوتي راكم عارفين اني في لي لايف راه غنديروا لي ما شاء الله شي جوج سوايع هذا راه تمرين اخوتي تقديمي اذا عطاني اخوتي لا ريبونس شحال 306 اوكي هاي 306 اجي في السؤال الثاني شنو هو السؤال الثاني غيطلب مني انني نلقى لا كونتيتي دو ماتيير كميه الماده انت قالك اوجد كميه الماده اذا كانت عندك الكتله شحال كتساوي لا ماس هنا كتساوي 125 نلقى لي كميه الماده اذا كانت اذا كانت لا ماس ديال داك العنصر كتساوي شحال 125 غرام لا لا يا اخويا نشوف كي غندير لهاد القضيه هذه اش معايا اخويا انا بشويه عليك غادي تجي في الاول غتقول لي كميه الماده شنو هي هي الكتله على الكتله الموليه شحال يا اختي الكتله هنا 125 ها هي 125 على لا ماس مولير شحال لي لا ماس مولير هنا 306 الا قسمتي اخوتي 125 على 306 125 على 306 غتجيكم بادون 125 على 306 غتجيكم اخوتي اوتوماتيكمون 0. 4 كالعاده اخوتي الوحده اللي كيكون عندي بها وهي المول التمرين الاول غتقديمي فهمتي التمرين الاول اخوتي غنحلو به الشهيه غنبداو دابا في التمارين ديال بصح نمشيو اخوتي دابا للتمرين الثاني ها هانت مشيو دابا التمرين الثاني دابا عاد نبداو الخدمه دابا عاد نبداو ان شاء الله الخدمه على با. دا خدمة عاد يلا على دا بركه الله دابا دا اخوتي عاد نبداو الخدمه يلا عاد غنبداو يلا دابا عاد نبداو حسبني دابا يلا غنبدا اللايف يلا عاد غنبداو عاد غنبداو اصبر معانا عاد غنبداو ان شاء الله يلا تمرين تشاد تمرين تشاد تمرين تشاد جي هذه المره هادي عطني واحد العصر ديال الاكزام العصر ديال الاكزام دي ها هو عنصر الاكزام شحال عندي خوتي الماكينه في هيكزام

صافي اخوتي انا انا بلاتي 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 الصوت كيمشي ويجي ماشي مشكل انا راه ملاحظ انه والله في شويه ثقيل راه ماشي مشكل اخوتي راه كاين مشكل في الصوت والصوره عارف في انا عارف كاين مشكل فيهم بجوج الله يرضي عليكم اخوتي انا صبر معانا راه دابا هنا فين كيبدا يشد معاك القرايه كيبدا تشد معاك الضد انت اليوم جايب موجد كيكة ديالك باغي تفهم عندك فرض في هاد السيمانه هذه ولا السيمانه الجايه جاي باغي تفهم الكاليتي شدات معاك الضد دابا قول لي اشنو غادي دير واش غتخلي الكاليتي تغلبك ولا انت غتغلبها وانت دابا اللي غتجاوبني انت دابا اللي غتجاوبني <muchan> شنو غادي دير واش غادي تسلم ولا غادي تكمل واش غتسلم ولا غتكمل غاصبروا اخوتي غاصبروا الله يرضي عليكم هي دابا نيت غترجع الكاليتي ها هي دابا نيت غترجع الكاليتي سواء كان الصوت سواء كان الصوره غيرجعوا ان شاء الله بجوجهم صبر معنا الله يرضي عليك صبر معنا رجعوا اخوتي رجعت 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 رجعات الكاليتي رجعات اذا آه. ها سير معنا قالك احسب لا ماس مولير في السؤال الاول احسب لا ماس مولير ديال سي 6 اش 14 هذا السؤال الاول في السؤال الثاني طلب منكم اخوتي شنو تلقاو طلب منكم تلقاو لاماس واخا حسب الكتله ديال هذا العنصر هذا شحال في السؤال الثالث طلب منكم انكم تلقاو الفوليوم اللي هو في شحال كيساوي الفوليم؟ وفي السؤال الاخير طلب منكم تعطيو فقط دوك العناصر اللي كنعتمدو عليهم باش اننا كنديرو هذه الاكسبيريونس هذه ها انت شوف معايا شوف معايا بشويه هذيك شوف معايا بشويه رجعت اخوتي الصوره رجعت الصوره اقول لي دابا واش رجعات الصوره ولا لا مزيان مزيان رجعات واخا دابا ملي رجعات حسبني دابا يلاه بديت اللايفات حسبني يلاه بديت اللايفات انا يلاه بديت الشرحات <applause> خلي هذه هاد الورقه هذه قدامك هنا خلي هذا الملخص هذا هكا قدامك ها هو اختي الملخص هنا قدامك شي الملخص قدامك اجي نخدموا اختي بهذا الملخص في العلاقات هذو غنمشيو اختي دقه دقه انت ها هي اختي دقه دقه اول حاجه ياك سي حسب ليا شنو هي لا ماس مولير ديال هذا العنصر هذا كيفاش كنحسبوا اختي لا ماس مولير ديال داك دي 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 العنصر انت ركز معايا ها هي لا ماس مولير ديال سي 6 اش 14 شحال كتساوي انت بشويه شحال من كربون هنايا سته ديال الكربونات اذا غادي ديروا 6 ام دو سي زيد شحال ديال الهيدروجين هنا 14 زائد 14 ام دو اش اوكي شحال ديال الكربون هنا 6 اذا غنديروا 6 في ام دو سي شحال قلنا اخوتي قبيله ام دو سي ام دو سي يا اخوتي غتكون هي 12 ها هي 12 ياك زائد شحال اخوتي هنايا عندنا 14 14 فاش في ام دو اش شحال هي اخوتي ام دو اش هنايا ام دو اش هنا ديما هي واحد اذا 6 6 في 12 زائد 14. 14 ها هي 6 في 12 زائد 14 هكا تساوي اخوتي كتساوي 86 ها هو السؤال الاول مشى ها هو الاول مشى باش تكون هادي بالجرام بارمول لان هذا بالجرام بارمول وهذا بالجرام بارمول كلشي اخوتي بالجرام بارمول سير اخويا مشينا تبارك الله على خويا يونس ما عندي ما نسال شباب اللي كيسبقني في الجواب السيد الرجال اللي غيسبقني في الجواب هو السيد الرجال يلا اسمع معايا اسمع اسمع اللي غيسبقني في الاجوبه بقاو تسبقني في الاجوبه هتا. انا مثلا يلا غنحسب الكتله سبقني كتب ليا الجواب سبق كتب لي غا الجواب كتب لي انت ديريكتومون الجواب مي كيبان لي يا طلب لي الكتله طلب لي لا ماس وانا عندي كميه الماده وعندي لا ماس مولار كاين هناك واحد العلاقه كتجمع لي ما بين كميه الماده ما بين لا ماس وما بين لا ماس مولار اذا اش غادي نقول اخويا؟ انجي تو سامبلومون اش غادي نقول لي هنايا؟ غنشوف بلاتي 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 مرحبا <applause> يلا سير 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 على بركتي لاجة. ها كميه الماده ان اش كتساوي؟ كتساوي الكتله على الكتله الموليه ارانا واحد المثلث هذا المثلث اخوتي كنخدموا به من دابا حتى البكالوريا ديما خويا يبقى تخدم بهاد المثلث هذا شكون عندك من هنايا تبارك الله على خويا تبارك الله على خويا دريس ما عندي ما نسالك دوز دوز شكون عندك من هنا كاين الان شكون كاين من الفوق كاين الام شكون كاين من الهي كاين الام كبيره دابا قول لي علاش كنقلبوا حنايا حنا تنقلبوا على شنو هي الكتله على شنو هي ام اذا لوغيت انا الان اذا انا جيت مثلا حتى جيت شنو هي الان فالام هي ان في ام كبيره هي ان فوا فوام كبيره يلا ابليكاسيون نيميريك تطبيق عددي شنو التطبيق العددي هو ان الكتله اش كتساوي شحال هي كميه الماده ديال هذا العنصر هذا 0.19 مضروبه في لا ماس مولير شحال هي لا ماس مولير هنا اخوتي لا ماس مولير تما 36 شو شحنت التلميذ ولا كيسبقني ودابا خوتي بديتو معايا الخدمه دابا من وليتو كتسبقوني دابا عاد بديتو معايا الخدمه يلا 86 ف 0.19 شحال كتساوي كتساوي خوتي كالعاده هنا 16.34 كالعاده الوحده خوتي راه هي الجرام الوحده هي الجرام هذه اخوتي هي الكتله بكل اختصار الوحده ديالها اللي هي الجرام قال لي السؤال الثالث والاخير كيفاش نلقى الفوليم ها نتوما اخوتي كيفاش نلقى الفوليم يلا سبقني شكون هذا حكرتوا لي على هذا السؤال وهذا السؤال بينوا لي في السؤال يلا كي غنديروا نلقاو الفوليم كي غنديروا نلقاو الفوليم كيفاش اخويا انا نلقى شنو هو الحجم شنو هو الحجم ديال هذا العنصر هذا هنا غنقول لك خويا دقيقة الصمت ودقيقة التأمل معايا ركز معايا مزيان هنا هذه راه الكتلة لاماس بوليميك فوليميك شنو هي هذيك هذيك كاين كرمز كيرمز ليها هكا كاين اللي كيرمز ليها هكا هو راه سماها ليا راه لي .را سميها لي لا ماس فوليميك مادام سماها لا ماس فوليميك هي الكتله الحجميه حنا كنعرفوا انه شنو هي اصلا الكتله الحجميه عام السميه ديالها الكتله الحجميه اذا هي راه كتساوي كتساوي الكتله على الحجم حنا علاش كنقلبوا حنا دابا حنا دابا تنقلبوا على الحجم خويا ارى لي خويا داك المثلث الله يحن عليك واحد المثلث تبقى تخدم به من دابا حتى للبكالوريا فين ما تكون عندكم علاقه ثلاثيه خدموا بهذا المثلث هذا ارى هذا من هنا ارى شكو لي شكون اللي كاين عندي من هنايا اللي كاين عندي من هنا كاين عندي, عندي ني شكون كاين عندي من الفوق كاين عندي لا ماس شكون كاين عندي اخوتي من لي كاين عندي من هي الحجم في يلا شكون 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 اللي شكون اللي سبقني شكون شكون, شكون. شكون. يسبقني سبقني يلا شنو هو الحجم في شنو هو الحجم في الحجم في هو ام علاني اذا اش غنقولوا غنقولوا الحجم في هو ام علاني واخا كمل معايا كمل معايا ناري اللي دار هاد العيب والله حتى غنعرفك ناضي اللي غيفكر لي في هاد البلان والله حتى غنعرفو ناضي شوف 16 فاصلة 34 شنو هي الوحدة ديالو غرام ياك وشوفوا لي هاد النيو دابا شنو هو 0.0 شحال 0.66 شنو هي الوحدة ديالو اخوتي غرام بار سنتيمتر مكعب واخا بلاتي 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 غنوضح لك واحد الحاجة اش معايا اش معايا راه عندك الكتلة الحجمية هي الكتلة على الحجم إذا الحجم شنو هو الكتلة على الكتلة الحجمية ياك نعوض لك 16

نحكي على القضية بأنه هذه راه هي 24 في ملي كيفاش؟ شي سنتيمتر مكعب راه لكم بأنه أهم حاجة في الدرس كامل الدرس فيه خوتي على ساهل الإشكال اللي كاين في الدرس هذا هو من غنجي أنا نقول لك خويا غندير معك الوحدات خصك تريح وتبع معايا مزيان الله يرضي عليكم هذا راه الكتلة هذا بيصاحبك بالمول هذا باللتر هذا باللتر على المول هذا هذا عدد الحبات ما هذا وهذه لا كونستانت دافوغادرو راه كتساوي ديما 0.02 10 23 ديالو هي المول مول باش كيطلع لك هذا المول مول فوق وكتلقى البلا ديال هذا الوحش الوحش هذا البريسيون بي باش يكون بالباسكال هذا الحجم في باش يكون بالمتر مكعب هذا ان باش تكون بالمول هذه 8.32 وهذه الحراره تي باش تكون بالكيلفين هاد لا دون باش تكون راه بدون وحده غا هو الوحده ديال هذا خاص تكون هي الوحده ديال هذا كيما قلت لكم اما كتخدموا نتوما بهاد العلاقه اما كتخدموا بهاد العلاقه ربي نسيو اختي ندير معكم فواحد التمارين وتعرفوني امتى كنخدم بهاد وامتى كنخدم بهاد كالعاده اخوتي هادي شنو هي ديرو اذا كان هذا بالجرام ياك وهذا كان عندكم باللتر باش يخرج لكم هذا هذا يخرج لكم بالجرام على اللتر اللي هي الوحده العالميه ديالو اللي هي الجرام على اللتر هنا اخوتي غتوصلوا لاهم حاجه في اللايف كامل وهي الوحدات شحال من واحد عنده مشكل في الدرس هذا حاجه وحده وهي الوحدات ما كيعرفش يتعامل غير مع الوحدات نقول لي خويا انا معاك هنا علاش انا معاك هنا باش تفهم انا معاك هنا باش تفهم وانا معاك هنا باش تضبطها مزيان نبداو باول وحده وهي الوحده ديال لا بريسيون كيفاش تتعامل مثلا مع البريسيون مع الضغط كيفاش تتعاملوا اخوتي مع الضغط الضغط الوحدات ديالو اللي كنعتمدوا عليهم بزاف هما هادو اول وحده هي هادي هي البار عقل معايا مزيان غير تحول من البار لباسكال كتضرب ديما في 10 اس 5 معروفه هاد القاعده هاد. اما في الضغط الى بغيتي تحول من هيكتو باسكال بغيتي تحول باسكال كضرب ديما في 10 اس 2 ها انتم اخوتي كاع الوحدات اللي غتحتاجو غنديرهم لكم في هذه الورقه هذه شوف كاع الوحدات اللي غتحتاجو غتلقاهم في هذه الورقه هذه انت يعني انا غنهنيك دابا نيت شي عقده ديالك في فرض من الوحدات ودريس خوك اليوم غيهنيك منها غيدير لك هنا احسن ملخص ديال الوحدات اللي كتحتاجو ديما ها هو الفوليوم هذا كنعتبر انا الفوليوم هو الشيمي لان يعني العقده ديال وليدات اخوتي هو هذا الفوليوم ما كيعرفوش يتعاملوا مع الوحدات ديالو شوف ليا كاع التحويلات ديال اول تحويل بيان هو نحتاج نحول مثلا من الميلي لاتر نحول مثلا لاتر القاعده كتقول من الميلي اي حاجه لديك الحاجه ديما عشرة اس ناقص 3 شحال ديما عشرة اس ناقص 3 عاوتاني الا إيه مثلا تحول من المتر مكعب لتر او للعكس او للعكس من متر مكعب لتر كضرب في 10 اس اما لو بغيتي ترجع مارشاريان راه كضرب في 10 اس ناقص 3 كضرب في 10 اس ناقص ترجع مارشاريان كتبقى لكم عاوتاني انه تعقلوا انه المليلاتر راه هو السنتيمتر مكعب هي اللعيبه اللي درت قبيله راه السنتيمتر مكعب راه هو المليلاتر وهذا اخوتي هما التحويلات المشهورين ديال الحجم اللي كنحتاجو بزاف في التمارين كنوصل من ورا اخوتي ليش لا طومبيراتور في لا طومبيراتور كتقول لك انا ما تهش ليا الهم كاع قالت لك اسيدي انا عندك تحويل واحد اللي خصك تعقل عليه وهو كيفاش تحول من السلسيوس تحول اخوتي الكيلفين طريقه وحده باش كنحولو من السلسيوس الكيلفين هو كنزيدو ميتين وثلاثة وسبعين فاصلة باش نحولو من السلسيوس الكيلبين. وهادو اخوتي هما كاع التحويلات اللي غتحتاجو ان شاء الله يوم الامتحان صافي اخوتي ما شوف كون اكيد ما عمرك ما غتحتاج شي وحدة من غير هادو اللي درت انا هنا انا اخوتي عطيتكم فقط الوحدات المهمة اللي كتحتاجو نتوما ديما يلا ارى لي اخويا دابا نيت مع التمرين نكملو الورقة ديال التمارين ها انتم اخوتي خرجنا التمرين الاول ها انتم اخوتي باش تبقى معايا على بال باش تبقى معايا على بالها راه انت لايف راه لايف كثر من جوج سوايع اليوم سهرة اليوم ليله بيضاء اليوم معاك انت مشى التمرين الاول مشى صبر على هاد اللايف هذا عرفتي كي غتولي ولا عرفتي كي غتولي في الفيزيك عرفتي كي غدوز الفرد ديال الفيزيك وشي تصبر لي على هاد اللايف هذا هذا فرد زوين هذا خصوصا بالنسبه للوليدات اللي عندهم مشكل في لاغولاسيون دي غاز بارفي اشهر علاقه في الكيمياء كاين بزاف ديال والله ما كيعرفوا يتعاملوا معها ما تعرفش م... هو هكا كتقول لي ادريس خويا هاد العلاقه هادي انا ما كنعرفش منين نبداها غنقول لي شي هاد العلاقه هادي الا تبعتي معايا دابا هاد الشرح هذا وهذا التمرين هذا عمرك تغلط في لاغولاسيون دي بارفي خصوصا انكم انتما خوتي عارفين انه كيكون اصلا الفرد داير عليها كامله الفرد ديما تيكون داير عندنا على لاغولاسيون دي غاسبارفي اللي يلاه التحق باللايف راه باقي ما درنا والو راه كنسخنوا في امتي دابا مقشب مع خوتكم دابا ها أنت. انتما الشباب اللي يلاه التحق معنا ها انت راه باقي ما درت والو راه مقشب ها انتم مقشب دابا غمقش بين دابا خوتي بما بدا اللايف ها انت غمقش بين بما بدا اللايف غنضوا اللايف نبداو نصفر الفروض عاد اعتبر انه اللايف بدا لحد الان حنا اخويا مقشبين مقصريين اخوتي كنتلفونا واحد التمارين قلت لك نخرجوا فيهم يلا سير معايا الله يرضي عليك سير معايا سير معايا الله يرضي عليك هنا دقا دقا يلا نبداو اخوتي نبداو نبداو اخويا على بركه الله سير اخويا ادريس يلا ارى لي اخويا اول تمرين ارى لي اول تمرين هاك قال لك اسيدي عندك جوج ديال الاناءات خيار عربي ما تخافش انا نترجم لك بالعربيه كاين هناك جوج ديال الاناءات كاين هناك جوج ديال الاناءات كاين دي الاناء الاول وكاين الاناء الثاني واحد القنينات كاين جوج ديال القنينات هانت كاين قال لك اسيدي عندك هنا واحد الغيسي بيان نيميرو 1 شوف التمرين شحال ساهل شوف التمرين شحال ساهل عندك اسيدي واحد الغيسي بيان نيميرو آه. واحد الغيسيميا نيميرو دو كاين هنا جوج ديال الاناءات كاين الاناء الاول وكاين الاناء الثاني ها انت كاين الاناء الاول كاين الاناء الثاني ها انت كاين كيحاول شي كاين هنا الخزان الاول الغيسيبيان نيميرو 1 والغيسيبيان نيميرو 2 الخزان الاول والخزان الثاني ها هو خوتي هنا الخزان الاول والخزان الثاني الخزان الاول والخزان الثاني ياك بيناتهم كاين سيدي واحد الروبيني كاين هنا ان روبيني كاين ما بيناتهم بجوج ها هو ان روبيني بيناتهم بجوج كاين الخزان الاول وكاين الخزان الثاني خوتي على ودي تخيار عربي علاش طريت ما نقراش معكم التمرين كلمه بكلمه قالك داك الغيسي الاول مالو في واحد الضغط بي ان شحال كيساوي في واحد الضغط بي ان داك اخويا راه كيساوي جوج في عشرة اس خمسة باسكال ها وفي واحد الحجم الحجم ديالو في ان كيساوي جوج لاتر اوكي اما هاد الغيسي الثاني راه في واحد الضغط بي دو كيساوي عشرة اس خمسة ريشان شنو راه باسكال تاهي باسكال وفي واحد الحجم في دو كيساوي خمسة لاتر ها الحراره ديالهم بجوج قالك هاد, هاد الاناءات بجوجهم الحراره ديال التجربه كامله قالك لا تتغير ها هو كاتبه لي انا اخوتي قالك بان لا تمبيراتور دو سات دو 27 نو فاري با بوندون ليكسبيريونس الحراره ما عمرها تبدلات في التجربه كامله يعني هنا كاين عندك 27 وهنا كاين عندك 27 وشنو ما درتي في التجربه ديما الحراره كتبقى 27 اللي التحقوا معنا باللايف راه باقي والله الا مازال ما درنا والو مازال ما درنا كما تيقولوا في الطاجين ما يتحرق شكون اللي سبقني في الاسئله شكون هو هذا التلميذ مرضي الوالدين اللي نقول انت راك ناضي حيت كتسبقني في الاجوبه حيت انت كتسبقني في الاجوبه راك احسن تلميذ يلا خوتي واحد العلاقه اللي ما كيعرفوش يتعاملوا معها الوليدات هي العلاقه راه هي اللي دايره عليها هذا اللايف كامل هات هذه العلاقه خويا بغيتك ما تزقلهاش ليا ان شاء الله هات ركز معايا هذه كنسميوها لا غولاسيون دي غاز بارفي العلاقة الغازات المثاليه اش تقول لي هذه العلاقه ديال لي غاز بارفي كتقول لي انه الضغط فوا الحجم كتساوي كميه الماده فوا ار فوا تي شنو هذا هذا هو الضغط ديال ديك التجربه شنو ما كانت عندكم واحد التجربه تيكون عندها واحد الضغط كندير مثلا التجربه مثلا على واحد الاناء اخوتي راه تيكون عندك الاناء واحد لا واحد لا بريسيون فهذا كنسميوه بالضغط اللي تيكون ديما بالباسكال الحجم ديال التجربه اخوتي دائما تيكون باش تيكون بالمتر مكعب كميه الماده باش تكون باش بالمول الحراره كتكون ديما باش بالكيلفين هاد الاير شحال كتكون ديما 8.32 وهذه اخوتي لا غولاسيون دي غاز بارفي كيفاش اخويا نعتمد على لا لاغولاسيون هادي باش نخرج مثلا هاد التمرين هذا ركز معايا والله انت غادي تفهم وانا معاك تتفهم تفهم وانا هنا اصلا باش انت تفهم انا معاك هنا باش تفهم مرحبا اخويا نبيل قولينا ها آه قولينا اخويا نبيل انا معاك ها آه قولي يا اخويا نبيل انا معاك مرحبا اخويا نبيل في المشكله اخي نبيل يلا كومونت اخي نبيل وحنا معاك يلا مرحبا اخويا نبيل كل كان الاقتراح ديالك الف مرحبا وألف اهلا وسهلا وهلا ومرحبا وشلونك شو اخبارك شلونك شو سوي اي جبالك تشرابك ايه ما بتردش عليا ليه يلا السؤال الاول في السؤال الاول قال لكم احسب كميه الماده ان واحد اللي كاينه عندكم في هذا الغاز الاول شحال كتساوي وكميه الماده ان 2 اللي كاينه عندكم في هذا الغيسيبيان الثاني في هذا الغيسيبيان الاول شنو هي ياخذ كميه الماده اللي كاينه قلت لكم حسبوا لي هذه كميه الماده ان واحد وفي هذا الغيسيبيان الثاني قال لكم حسبوا لي كميه الماده ان 2 ها بعد لا غولاسيون اخوتي بعد لا غولاسيون هذه يلا شوف معايا شو معايا معايا بشويه كانت شويه بشويش عليه يا عين بشويش عليه آه شوف حنان يلا بدينا والله لما مازال ما درنا حتى شي حاجه اها 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 اه, آه. 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 <applause> مرحبا بلاتي اخوتي بلاتي سمحوا لي صافي اخوتي سمحوا لي سمحوا لي شي واحد كان تيغوت عليا كيما قلت لكم فين فين قلت هي؟ اه قلت هي على هذه واخا ها يا اخوتي صافي مزيانه 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 مرتاح يلاه دوز معايا دوز يلاه نبداو على بركه الله مع الاسئله السؤال رقم واحد انتما قال لكم اخوتي بيلي لي ان كميه الماده الاولى بيلي لي ان كميه الماده ان واحد اللي كاين عندكم في هذا الغيسيبيان الاول شحال كتساوي نبداو اخوتي دقه دقه انتما نبداو في العلاقة. بالعلاقه قول لي هذا الغيسيبيان نيميرو 1 آه. شنو هو لا بريسيون ديالو البريسيون ديالو هو بي ان ها هي خويا بي ان ها هو الضغط ديالو بي ان مضروب في الحجم ديالو شنو هو الحجم ديال هاد غيسيبيانيميرو ان هو الحجم في ان اش كيساوي كيساوي كميه الماده اللي كاينه هنا هي اصلا حنا اللي تنقلبوا عليها حنا تنقلبوا على كميه الماده ان واحد اذا درنا الضغط بي واحد في الحجم بي في واحد كيساوي كميه الماده الاولانيه اللي هي شنو هي هي ان واحد مضروبه في ار مضروبه في تي واحد لا علاش علاش اخوتي ما خصناش نسميوها تي واحد علاش خصنا نسميوها تي بصفه عامه خصنا نسميوها تي بصفه عامه لانه كما قلت لكم هنا كاينه حراره وحده في التجربه كامله على انا غادي نسميها اخوتي فقط تي ها واحد التلميذ هنا عطاني لا ريبونس شي والله وما تكون بحال محمد هو كتاب لي 0.16 ما عرفناها هو صحيحه ولا غلطه ولكن لو كنت كتبتي الجواب كيما سمح محمد وكما دريس اللي كتبنا لا ريبونس راه غنقول لك اخويا تبارك الله عليك اذا اخوتي نحاولوا نجبدوا هاد ان واحد نهبطوا ار و تي من التحت حتى انت هابي واحد فور في واحد علاش على ار فور تي يلاه باش نلقاو شنو اخوتي باش نلقاو الان واحد يلا شحال هي خوتي هنا الان واحد كتساوي شحال شحال هي بي واحد ديال التجربه وهنا ركزوا لي اخوتي الوحدات مزيان عندك تقول في هذه القضيه هذه الوحده الاولى هي الضغط شحال عندكم من الضغط جوج في 10 اس 5 راه باسكال وهي باش خاص تكون اخوتي بالباسكال يعني نحولها لا خليها الحجم في واحد شحال هو الحجم في واحد اخوتي هنا جوج لتر ها هو جوج لتر ولكن واش هو خصو يكون باللتر لا وقتكم خصو يكون بالمتر مكعب كيبان لي اخوتي انه هو ماشي باللتر هو بالمتر م... هو خصو يكون بالمتر مكعب كيفاش كنحولو من لتر للمتر مكعب كنضربو في 10 اس ناقص 3 ها آه، انت اخويا غنضربو فاش في 10 اس ناقص 3 ها يا اخويا 10 اس ناقص 3 كلشي علاش مقسوم اخوتي مقسوم على ار ار ما كتبدلش 8.32 والحراره اخوتي لا تتغير لاحظوا معايا اخوتي راه عندكم الحراره هنا 27 ها هي زائد شحال زائد الا بغيت نحولها من سيلسيوس خاصكم بالكيلفين و الا تحول من سيلسيوس لكلفين زيد على ميتين وثلاثة وسبعين فاصلة خمسطاش اذا اخوتي غنزيد عليها هنا شحال ميتين وثلاثة وسبعين فاصلة خمسطاش صافي اخوتي و ونشوف و نشوف واش كيما كاع التلاميذ قالو ليا بانها غادا تخرج يوم صفر فاصلة ستاش غنتاكدو واش خوتي كان عندهم الجواب صحيح يلا سير معايا جوج في عشرة أس خمسة زيد معايا فوا شنو فوا جوج فوا عشرة أس ناقص فوا عشرة فوا عشرة أس ناقص ثلاثة كلشي أخوتي نقسم عليه على ثمانية فاصلة اثنين وثلاثين مضروبة فتح قوس سبعة وعشرين زائد اثنين وثلاثين فاصلة خمسة القوس شو واش فينا تخرج أخوتي ستاش أه الدراري اللي كانو غاديين أخوتي صفر فاصلة ستاش هي كمية المادة ديالاش أش ديال هاد العنصر الأول اللي كان عندي في الإناء الأول خويا إدريس فهمش عاود معانا بغيتوني نعاود معاكم غنقول لكم واحد القضية آه أنا غنحبس الكومنتير باش نقول لكم واحد القضية اسمع معايا اسمع معايا اسمع معايا شوف باش 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 نعرفك راك متبع معايا وراك غادي معايا مزيان خصك تولي تسبقني في ريبونس انا ما جي فين نكتب الجواب سير انت حسبها حط ورقه وستيلو حداك الا بغيت تعلم الا بغيت تفهم الدرس راه خصك تكون دابا شاد ورقه وستيلو انا ما نجي فين نكتب هنا ان جوج انا نقلب الدري على ان جوج لقاك انت حطيتي العلاقه حسبتيها وكتبتي لي لا ريبونس كتبتي لي مثلا 0.12 ولا 0.6 هادو هما الوليدات اللي كنسميهم انهم كيستافدوا من اللايف راه هذا راه ماشي فيلم وثائقي ولا جالس كتفرج في شي دوكيومونطير ولا جالس كتفرج في حاجه هذا راه كتخدموا حنا دابا خدامين الفيزيك راه باش تسمى كتخدم الفيزيك راه خاصك تكون دابا شاد ورقه وستيلو وغادي معايا دقه دقه صافي اخويا صافي اخويا صافي مزيانه مزيانه يلاه على بركه الله سير اخويا ادريس بغينا نلقاو دابا ان دو يلاه واش دابا انت تسبقني وتلقى شنو هي دو عاوتاني هاد الريسيبيان بي دو هاد الريسيبيان الثاني هاد الاناء دابا الثاني شحال هو الضغط ديال هاد الاناء الثاني 10 اس 5 شحال هو الحجم ديالو 5 لتر اذا شحال هو كميه الماده اللي مخزونه وسط منه اجيو كالعاده ونكتبوا العلاقه ها انت الضغط ديالو هو بي دو الحجم ديالو هو في دو كيساوي كميه الماده اللي مخبيه لي هنا اش نسميها اسمي كميه الماده مثلا ان دو ياك كتساوي ان دو فوا ار فوا تي ا تبارك الله عليك ا تبارك الله عليك شي تلامت كتبوا لي 4.24 شي تلامت كتبوا لي 0.2 اية وزكريا اذا بعض التلاميذ كتبوا ماري باك كتبت لي 0.08 اذا كاين تلامت كلها كاين اختلاف هاد دريس 47 24 دريس 47 دريس شحال شحال سبعة وأربعين أربعة وعشرين سبعة وأربعين أربعة وسبعين أربعة وعشرين كملت يا خويا اللايف هكا وبقيتي كتشاركوا هكا لنا لك هدية في نهاية هذا اللايف هذا إن شاء الله لنا لك هدية إن شاء الله اذا كملتي الخدمة هكا في اللايف كامل يلا سير أخويا سير إذا أخوتي نقلبوا على شهادة إن دو غنجي عندك الخاص والله إلا تأخذ واحد الهدية أقسم بالله تأخذ هدية ولكن تكمل اللايف هكا بالأجوبة ديالك حيت الوحيد اللي لاحظتو ديما هو الأول في الأجوبة دوز أخويا يلا بغينا خوتي هاد الاندو هذا شحال هي خوتينا الاندو ها هي الاندو هنايا اذا هي شنو هي بي دو فوا في دو على ار فوا تي اذا شنو هي خوتي اندو بكل اختصار اندو ار هي بي دو شحال هي بي دو شحال هي بي دو هنا بي دو هي 10 اس 5 ها هي خويا 10 اس 5 شتي 10 اس 5 فاش هي راه بالباسكال واش نحولها لا هو الضغط ديما يبقى بالباسكال لاحظ لي راه في فيدو شحال هي فيدو هنا هي 5 ياك اذا غنقول ليه هكايا غنقول ليه هنا مضروبه في 5 راها باللتر اخوتي راه ما خاصش تكون باللتر راه ما خاصش تكون باللتر باش خاص تكون خاص تكون بالمتر مكعب اذا كيفاش انا نحول من لتر للمتر مكعب ها خويا انت عقل معايا مزيان ها انت معايا مزيان ها انت معايا مزيان كيفاش كنحولوا من لتر للمتر مكعب 10 اس ناقص 3 اذا نضربوها فاش ف10 اس ناقص 3 مقسومه اخوتي على ار شحال هي ار 8.32 مضروبه في الحراره شحال هي اخوتي الحراره هنا ها انتم اخوتي شوفوا لينا هنا شحال الحراره الحراره اخوتي كانت عندنا هي 27 غنحولوها اخوتي من السيلسيوس غنحولوها لكلفين باش تحول من السيلسيوس لكلفين غتزيد عليها 273.15 ها هي 273.15 باش نحولها اخوتي بيان سيغ من السيلسيوس الكلفين صافا اخوتي مرحبا يلاه دوز على بركه الله نعوضها اخوتي هنايا اللي كيسول على شنو هي المجموع المجاني كيدوي عليها اصحابكم راه محال شبي سي قدامي باش نوريها لكم راه وصلنا لاكثر من 2000 تلميذ في المجموعه الواتساب المجانيه كاين هناك مجموعه مجانيه ادمين بعد كل لايف كيدخل ليه التلام وشكون هما التلاميذ اللي كيدخلوا لهاد المجموعه المجانيه هما التلاميذ اللي كيديروا كيسالي لايف كيدير شي ستوري كيطاغينا فيه كيخلي لنا شي كلمه زوينه على اللايف كندوز عندهم الخاص وكندخلوا من المجموعه المجانيه واخا تيكون اخوتي ضغط كبير كنحاولوا اننا ندخلوا كاع التلاميذ اللي طاغونا راه اخوتي هنا 10 اس شحال 10 اس 5 مضروبه فاش اخوتي مضروبه مضروبه في 5 مضروبه في, في 10 اس ناقص 3 ياك مقسومه على ايش 8.32 مضروبة في 27 زائد شحال زائد ميتين وثلاثة المجموعة اخوتي راه كنبارطاجيو فيها الملخصات ديال اللايفات ملخصات التمارين بي دي افات كاع داكشي كيخصكم ان شاء الله شحال ساوات اخوتي هاد ان دو ساوات صفر فاصلة كيما جاوبوا الاغلبية ديال التلاميذ بالوحدة العالمية ديال اخوتي اللي هي المول ها اذا خدمنا اخوتي هاد التمرين هذا بكل اختصار كان تمرين سهل ياك بانه عندك جوج ديال الاناءات الاناء الاول حسبنا لكمية كمية المادة ديالو لقيناها والاناء الثاني حسبنا لكمية كمية المادة ديالو لقيناها عرفتي شنو نقول ليا اخوتي قال لي اون أوفر لو روبيني غنحلو اسيدي هذا الروبيني هذا غنحلوه غنخليو هذا الغاز يدخل عند هذا وهذا الغاز يدخل عند هذا قلت لي لي شنو هو الحجم الكلي شنو هو الحجم الكلي ديال التجربه وسهله عندي واحد الكاس فيه جوج وكاس فيه خمسه يطرو الا إيه شركتهم شنو هو الحجم الكلي آه اي 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 تخيل بهاد الح... الحموضه هذه وبهاد البلاده هذه تخيل معايا بهذا الحموضه هذه يعني شنو هي في توتال يا شنو هي في توتال شنو في ان زائد في 2 شتي بكل ها بكل سهوله شحال هي في أنا هنا شحال في ان هنا هنا هي جوج ها هي خوتي جوج زائد شحال زائد خمسه يطرو شحال كتساوي اخوتي كتساوي سبعه سبعه لتر ها هي سبعه لتر صافي دوز اخويا دوز اخويا دوز اخويا السؤال الثالث يلا تخيل معايا السؤال الثالث اش قال لهم فيهم قال لهم لقاو لي, جلون لي. هو الضغط الكلي دابا انت غتنوض تقول لي في الحجم الكلي جمعتي هذا الحجم هذا الحجم إذن في إلا. 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 اذا في الضغط الكلي نجمعوا هذا الضغط مع الضغط لا 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 هذا راه غاز إذا كان عندي مثلا واحد القرعه فيها واحد الغاز مضغوط جوج وقرعه اخرى يلا مضغوط فيها واحد الا شركتهم راه ماشي غيولي ثلاثه راه داك مول جوج غينقص وداك مول واحد غيزيد يعني بحال كيتثمنوا من الضغط ديالهم اذا انا باش نلقى بي طوطال غنخدم الغلاسون دي غاز بارفي باش نعوض هذا الحجم هو الحجم الكلي ديال التجربه هو الحجم اللي اللي جمعتهم بجوج باش نعوض هذا الان هو كمية المادة ديال هذا زائد كمية المادة ديال هذا يعني ان واحد زائد ان جوج باش نعوض ار بالرقم ديالها والحرارة عندي حرارة واحدة في التمرين كامل اذا الى بغيت انايا بي توتال كي غندير اخوتي لهذا بي توتال هذا لاحظ اجي نقول هنا انه بي توتال اش غيساوي لك هنا بي توتال غنقول هنا أستاذ العرض بشحال الدراري ها ما بلاش راه ها. هاد الميساج هذا راه اكثر ميساج تيوصلني في الخاص بحال بحال هذه الاسئله هذو اللي تيقول لك العرض استاذ بشحال حنا خوتي راه دايرين الثمن ديال العرض راه دايرينو رمزي الماكسيموم الاقصى حد دايرين واحد الثمن ما كاينش كاع دايرين 150 درهم العام باكمله ولكن صافي اخوتي راه غيسير يتسجل نهار الجمعه نهار الجمعه اخوتي راه غيسير يتسجل في العرض باش نكونوا فاهمين اخر نهار للتسجيل في العرض هو يوم الجمعه يعني باقي غدا وبعدو للتسجيل في العرض وغادي نحبسوا التسجيل في العرض لانه يعني الضغط اخوتي راه كبير علينا في العرض داكشي علاش نحبسوا التسجيل في العرض حنا باغيين نشدو اخوتي واحد العدد قليل نبريباريو معاهم ان شاء الله نهنيهم الفروض ديالهم اخر نهار اخوتي التسجيل هو نهار الجمعه باقي يعني غير غدا وبعدو لي التسجيل في العرض وكيما قلت لكم اخوتي راه الخدمه يوميا لايفات ماراطونيا اكثر من جوج سوايع كما اللايفات ديال اليوم اللي خدمنا مع الوليدات يوميا جوج سوايع مات فيزيك كنهنيكم النجاح كتولي انت مركز فقط على الامتحان الجهوي وكيما قلت لكم اخوتي اخر اخر يوم للتسجيل في العرض هو يوم الجمعه هذا هو رقم واتساب العرض كتصيفط ليه السيد كلمه ديال العرض وكيدخلك المجموعه ديال العرض وكيما قلت لكم اخر نهار اخوتي هو يوم الجمعه وغادي نسدو التسجيل في العرض نكملوا اخوتي على بركه الله قلنا بيطوطال هي هي في توتال كتساوي كمية المادة ان توتال مضروبة في ار مضروبة في تي إذا أنا بغيت نتابع بي توتال شنو هي بي توتال بي توتال هي ان توتال مضروبة في ار مضروبة في تي مقسومة ليا كلشي على ايش على على في توتال إذا شنو هي ان توتال هي ان واحد زائد ان دو هاد ان توتال راه هي ان واحد زائد ان دو يلا نعوض اخوتي كلشي نعوضو كلشي باش نلقاو شنو بي توتال شحال هي خويا ان توتال شحال هي ان توتال هي ان واحد زائد ان دو يعني شحال 0.16 0.2 ها هي مضروبه في ار شحال يا ار 8.32 مضروبه في الحراره شحال يا اختي الحراره ديال التمرين هذا 27 واش نخليها انا 27 لا انا ديك 27 غنزيد عليها 273.15 باش نحولها بيان سور من سيليسيوس لكيلفين نقسم على في طوطال شحال يا في طوطال 7 هذه حولتها من سيليسيوس لكيلفين زدت عليها 273 ولكن هذا راه الحجم واش الحجم خصو يكون باللتر واش عمرك شتي الحجم باللتر في العلاقه ديال غلاسون دي, دي بارفي الحجم عمره ما خصو يكون باللتر الحجم خصو يكون بالمتر مكعب فكيفاش كتحول نتا من مكعب كضرب في 10 اس ناقص 3 فاش غنضرب في 10 اس ناقص 3 ها هي 10 اس ناقص 3 صافي اخوتي في هي بي بالباسكال شحال بي شحال بكل اختصار قوس 0.16 زائد صفر فاصلة جوج نسد القوس أخوتي هنايا نضربها في ثمانية فاصلة اثنين وثلاثين مضروبة غنفتح قوس أخوتي هنا سبعة وعشرين زائد ميتين وثلاثة وسبعين فاصلة أخوتي هنا, هنا لتحت غندير سبعة مضروبة في عشرة ناقص ثلاثة شحال أخوتي في الآخر أخوتي في الآخر الضغط هو مية وثمانية وعشرين ألف مية وثمانية وعشرين ألف واحد الوحدة هي صغيرة يعني هذا الرقم يخرج لنا كي لوجيك راه واحد الرقم اللي هو منطقي دابا غنبداو في الفروض ها انتما الدراري الدراري غتشوفوا احسن شرح علاش غيكون هناك الشرح اون ديتاي ديال جميع الفقرات ديال الدروس مع تطبيقات اخوتي في التمارين والفروض اذا هنا اللي كان تبع معايا من الاول ديال اللايف انا نوريك شنو درنا من الاول ديال اللايف انت دابا راه دابا تقريبا اخوتي شي اكثر من الساعه باش بدينا اللايف تقريبا غادي الساعة باش بدينا اللايف اذا جينا درنا واحد التقديم مع واحد التمرين ساهل ياك يعني. جينا من وراء خدمنا هذا التمرين اللي كان خاص بانكم تستغلوا الكتله الحجميه جينا من وراها اخوتي شنو درنا هنا جينا من وراها هنا شنو درنا خدمنا لا دي غاز بارفي على شكل تمرين كان تمرين تقريبا شا شامل لشي حاجه سميتها لا غولاسيون دي غاز بارفي دابا اخوتي شنو غادي نديروا دابا اخوتي شنو غادي نديروا دابا شنو غادي نديروا ركز معايا مزيان دابا شنو غادي نديروا صافي مزيانه اخوتي مزيانه مزيان يلاه اخويا غادي نبداو اخوتي دابا غادي نبداو نمشحر مع واحد الفرد نبداو مع اول فرد شنو هو اول فرد ركز معايا شنو هو اول فرد ركز معايا اول فرد ها هو اول فرد قدامكم ركزوا معايا الشباب ركز معايا مزيان اخوتي الصوره 5 5 5 مزيان واخا باش كان شي سؤال ان شاء الله الفرض اخوتي هو كالتالي واحد الفرد اخوتي تقريبا جا لكم الدرس كامل ركزوا معنا الشباب الله يرضي عليكم ركزوا معنا الله يفتح عليكم ببال خير ركز معنا ركز معنا ركز معنا الله يرضيك باش نحبس اخوتي الكومنتير هادو يلاه ركز معنا عندك سيدي لك هنا واحد التمرين بصفه عامه عطيني فيه خوتي بزاف ديال المعلومات قرا الاسئله كيفاش دايرين اول سؤال قال لك ديفيني لا ماس بولي ميكرو اي دوني سون اونيتي شحال من دابا من غايشوفني قلت ليه عرف الكتله الحجميه غيتخلع غيقول ها اللي ما بغيتش اخويا ادريس سانتا. ها اللي ما بغيتش اخويا ها اللي ما بغيتش هذا اخوتي راه فرض شامل كيمياء الا فهمتي هذا الفرض هذا ملي غتفهم ان شاء الله هذا الفرض هذا وغاسير دوز الفرض ديالك وانت مرتاح لانه فريمون شامل كيمياء كامل كاع داكشي حتى انت بالنسبه للكيمياء ديك نهار الفرد ديالك كاين عندك في هذا الفرد هذا يعني عطينا خويا هنا شي معايا خوتينا شنو كاين شي معايا شنو كاين بكل اختصارات فرد شامل فرد شامل والله يا أخوي لا فرد شامل فرد زوين فرد احسن فرد خدمة شحال من واحد دابا خوتي غيسمع قال الاستاذ قال لي الاستاذ في السؤال الاول قال لي شنو هي لا ماس بوليميك يقول الله اكبر هادو هما الاسئله اللي كنت اخي كان كنخاف منهم بحال هاد الاسئله ديال ديال اوجد الكتله الحجميه غنقول لي انا راك غتخلعتي راه بحال هاد الاسئله راه هما الكادوات ديال الفرض ملي يجي يقول لي الاستاذ عرف اي حاجه الا ما كنتش انا عندي التعريف ديالها راه كنجي كنقول لي شنو كتساوي في العلاقه بحال دابا قال لي مثلا هي مثلا لا دونسيتي كنت غنقول لي لا دونسيتي سي لو رابور يعني هو خارج قسمه لا ماس فوليميك سيغ لا ماس فوليميك دو لو الا قال لي شنو هي لا ماس فوليميك غنقول لي سو لو رابور دو لا ماس سو لو فوليم اون لا نوتيرو سا اونيتي سي لو غرام بار متر الا قال لي عرف ليا واحد يجري كونسونطراسيون لانه خص الدارون يكون عندك كونسونطراسيون عالم ما فهمش شنو كونسونطراسيون التركيز راه راح حنا شي كاين جوج انواع التركيز راه يجي الفرد راه تلقاه كله داير لك على التركيز كاين جوج انواع ديال التركيز كاين عندكم ما يسمى بالتركيز المولي لا كونسونطراسيون مولير المولي التركيز المولي انت سي مادام هو المولي كنديرو ان ان في وكاين تركيز التالي ماسيك الكتلي شنو هو التركيز الكتلي في كنقسمو كنستعملو دي المناسبه بالسي ام نقسمو في الكتله على الحجم اذا كاين عندنا خوتي التركيز الموليك كنقسمو في المول على الحجم والتركيز الكتلي كنقسمو في الكتله على الحجم هادشي كاين عندنا خوتي بالنسبه لدغلاص هذا الى قال لي عرف شناهي لا فوليم ها ماس فوليم هي لا علاش لا فوليم نقول لك سي رابور بي لا رابور هو خارج قسمه

الوحدة ديالها هذيك لا ماس اي لو بار بار لتر اذا لا شي واحد يدير على الحجميه صح خير عربي اولي هو خارج الكتله على الحجم لها بيرو وحدتها غرام بار لتر نمر للسؤال الثاني شو يا خويا في السؤال الثاني ركز معايا ركز معايا صح صح معايا صح صح معايا عمي الحق صح صح معايا عمي الحق هاشم الله يبارك فيك نمشي ندوزو السيبه نعتبر انه انا السؤال ديالي لا ندوش نحس بوانت اذا كان السؤال ديالكم اذا كان السؤال ديالكم انتم ماشي قضيه ديال الافكار تعداو عليا والله الا ما كيتفرج في هذا اللايف هذا دابا ملي كنت انا شي سؤال كنت كنربح في يدي ملي كانوا هما كيسبقوني كانوا كيديروا الاو اذا شفت اللي جاوب على سؤال مني كان سمي او ها السميات ديالهم لونوها معايا قبيله صار حاجه حقروني قبيله الدهري ديال بصح دابا غنلعب نفس اللعبه معكم نتوما الا جاوبتو نتوما الاولين اللي صحيح غنكتب هنا دي اي

مسكين مسكين ملك مره وكيف صوت 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 صوم 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 ص

غتقول لي الصوت ما خدامش دبر على راسك جوج فاصله ثلاثه غرام ها هي الصوديوم الكتله ديالو جوج فاصله ثلاثه غرام صبروا اخوتي غا صبروا غا صبروا واخا يرجع الصوت صبر 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 راه يرجع دابا الصوت صبر يرجع الصوت عرفت اخوتي الله في مشكلة. اش غنديرو اخوتي نصبروا هانتوما اخوتي واخا يمشي الصوت واخا يمشي الصوت واخا خدمنا بالصوره مال بابا الصوره في اللايف وعاود لا والله يولي لنا بالشنجة شنجة قلت لك تعصبت ياك ايوا انا شفتك ايوا نهزنا قلبي تك تك يا وحشي ما كانا دابا رجع الصوت يا دابا رجع الصوت يلاه سير ها انتوما عندنا واحد الصوديوم ان ا الكتله ديالو راه هي 2.3 غرام ياك دوز معايا شي لا ماس ديال الصوديوم اي اخوتي راه كانوا عاطينها ليا لا ماس ديال الصوديوم هي 23 اي أختي ام كبيره هي شحال هي 23 ام كبيره ديال الصوديوم ان ا هي 23 يعني على بركه الله قال لكم اختي في السؤال الاول احسب كميه الماده ديال هذا الصوديوم شحال كتساوي اذا السؤال الاول هو كميه الماده واخا كميه الماده يلا خوتي شكون شكون يقول لي هنايا كميه الماده شحال كتساوي يلا قبل ما نكتب انا الجواب اشمن علاقه نخدموا بها اذا عندي اخوتي هنايا الكتله والكتله الموليه عندي الكتله والكتله الموليه اذا اكرام جاوبات قبل مني اكرام الهدى الجوني تبارك الله عليكم ثلاثه تلام جاوبوا قبل مني هذا آه الماتش الاول ديالكم اسيدي ماشي مشكل كميه الماده هي الكتله على الكتله الموليه ها انتما شوف 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 ها نقولوا كميه الماده هي الكتله على الكتله الموليه شحال يا اختي الكتله هنا 2.3 نقسموا اختي على الكتله الموليه شحال الكتله الموليه ها 23 هي 0.1 فاصله واحد شنو مول اذا السؤال الاول كان ديالكم هات ها السؤال الاول كان ديالكم ها السؤال الاول ديالكم يلاه نحسبوها اخوتي شحال يخرج في الاخر الماتش يلاه السؤال الثاني قال لكم اوجد عدد الحبات كي سو دون سات ماتش شحال من حبه كاين عندكم في هذه الكتله هذه الا كنت انت لقيتي كميه الماده قول لي شحال من حبه عندك في هذا العنصر هذا يلاه كيفاش كنلقاو اخوتي شحال من ذره او شحال من جزيء عندكم في واحد في واحد لي العلاقه اللي كنخدموا بها اخوتي في عدد الحبات او في عدد الجزيئات اش هي هي العلاقه ديال ان كتساوي ان سوغ ان ا كتساوي عدد الحبات على ثابته افوكادرو اذا اش غادي نديروا اخوتي هنايا غنجيو في الاول نكتبوا العلاقه ديالنا في السؤال جوج جوج في السؤال جوج واحد ها هو ياك في السؤال جوج جوج ها هو شنو السؤال جوج جوج ياك ليا عدد الحبات تجي اوتوماتيكمون غتقول لي ان ان اش كتساوي ان سوغ ان ا اذا هذه العلاقه اللي غنلقاو من خلالها عدد الحبات او عدد الجزيئات انت راه معايا قول لي شكون كاينه من هنا كاينه الان شكون كاينه من الفوق كاينه ان كبيره شكون كاينه من لهيه كاينه الان ا علاش تنقلبوا حنا اخوتي حنا تنقلبوا على عدد الحبات عدد الجزيئات الان عدد الحبات غندير هنا عدد الحبات هو ان اش كيساوي كيساوي الان فوا ان ا اذا شنو هي اخوتي كميه الماده اللي خرجت لينا خرجت لينا تما 0.1 ها آه هي 0.1 فوا ان ا شنو ان ا هي لا كونستانت د 6.02 في 10 اس 23 كان هذا اخوتي نعوضوها هي 6.02 في 10 اس 22 عدد الحبات اخوتي راه بدون وحده ملي تنقول لك عندي مثلا 25 مثلا حبه هنا في هذا لي شونتيون هذا راه بيان سي اخوتي راه كتكون سونس يونيتي او بدون وحده ها آه هو السؤال الاول مشى السؤال الثاني سبقتكم فيه بالرجوله السؤال الثاني كان ديالي اه ماشي اه انت ماشي غشيتكم انا سبقتكم اخوتي بالرجوله نشوف السؤال الثالث يلا سبقني ولا نسبقك يلاه الهيكزا ها الاسئله اللي كنربحهم بحال هادو يلاه بين ليا سميكا بين ليا يلاه بين ليا حكرتي على السؤال الاول والثاني بين ليا في السؤال يلا ياك اخوتي هنا عندكم الهيكزا مالو واحد العنصر ليكيد الكتله الحج لا دونسيتي ديالو هي 0.78 ياك والرمز ديالو هو سي 6 اش اول سؤال قال لكم اوجد كميه الماده ديال هذا الهكزان هذا دابا السؤال مزيان حيت السؤال يستحق التامل فاش قال لي في السؤال هذا في السؤال ثلاثة قال لي الهكزان بير هو سي 6 ها هو سي 6 اش 12 ياك شنو هو لا ديالو لا 0.78 ياك والحجم ديالو هو في كيساوي شحال 300 ملي لتر ها هو الحجم ديالو هو في كيساوي 300 متر اذا قال لي ركه كميه الماده ديالو غنقول لكم اخوتي هنا واحد الحاجه غنقول هنا واحد السؤال بالروج ولا غنقول واحد السؤال يلاه بينوا لي فهاد السؤال شكون كتب لي الجواب يلاه كتقول كتقولوا راكم سبقتوني بينوا لي فهاد السؤال انا مازال ما كتبتو ياه ولو تلميذ واحد يكتب لنا سيدي لا ريبونس يلا تلميذ واحد يكتب لنا لا غيبونس يقول لنا هو الجواب ديال السؤال الاول 3 1 اش غادي يخرج لا غيبونس يلاه كما قلنا اخوتي عطيني لا دونسيتي وعطيني الحجم عطيني لا دونسيتي <تكلم> <تبع> دوز اخويا أه <التق medieval> <علا> <applause> دنانية دنانية عطيني لا دونسيتي وعطيني الحجم عطيني لا دونسيتي وعطيني الحجم شي العلاقه مريم تبارك الله عليك مريم ما هذيك لا غولاسيون ولا نيه غنبداو بها الفرد بالعربي يرفع العربي في الفرنسيه راه يبقى اللايف ما تخافش نحاول نسجلوا ان شاء الله الى كتاب الى كتاب الى كتاب دزنا اخوتي مشينا يا دوز كيما قلنا اخوتي عندنا هنايا شو عندنا عندنا حنا بغينا نلقاو كميه الماده كالعاده اخوتي اعطيني هو ما كاين لا دونسيتي ملي عندك لا دونسيتي راه رو, رو ديالو راه متعارف عليها يعني اينيمن كاتكلا دونسيتي راه فحال عاطيك رو ديالو راه فحال عاطيك رو ديالو شنو هي شنو دونك شنو غتلقى راه تلقى رو لانه الدي ورو راهم عندك مادام الدي ورو ديالو عندك اذا غتقدر انت تلقى رو تلقى الكتله الحجميه و الى لقيتي انت الكتله الحجميه الى لقيتي الكتله الحجميه وكان عندك الحجم تقدر تلقى شنو تقدر تلقى الكتله وهذه هي الطريقه اخوتي اللي انا غنعتمد عليها نجي نقول لي اول حاجه انه لا دونسيتي الدي باردون انه كميه الماده غنشوف شي علاقه اللي فيها الكتله كيما قلت لكم راه مادام هو دي راه فحال عاطيني رو ومادام عاطيني رو في راه فحال عاطيني الكتلة إذا فين العلاقة اللي فيها الكتلة هي العلاقة رقم واحد إذا نقولي كمية المادة اللي نتا كتسولني عليها هي الكتلة على الكتلة الحجمية واخا هاد الكتلة هادي باش نعوضها هاد الكتلة باش نعوضها أنا راه عندي يلاه لا دونسيتي حنا كنعرفو أنه الكتلة الكتلة هي رو في في هي الكتلة هي رو في إلا بغيتي الكتلة هي رو في, في. إذا غنضربو شنو غادي غن نضربو رو في, في. مقسومة على إم كبيرة قولوا لي يا خوتي هذيك رو باش غتعوضوها هاد رو هادي باش نعوضوها رو راه هي دي فرو ديالو راه هي دي فرو ديالو كلشي فاش مضروب اخوتي مضروب كالعاده في الحجم في مقسومه ليا اخوتي على ام دابا غنوصلوا كما تنقول اخوتي الذكاء الذكاء القيمه ديال الذكاء هو هذي اللي غيفكر اخوتي في هذه راه نقول ليه تبارك الله عليك شوف انت لا دونسيتي راه لا تتغير راه عاطيك هو في الفرد هي 0.78 وقلت لكم انه هاد هذي هادي ديالو تقدروا تعوضوها بهذه تقدروا تعوضوها بهذه وملي سولتوني ادريس واش نعوضها بهذه ولا بهذه قلت لكم على حساب الوحده ديال داك الحجم اللي غيكون حداها حيت يكون عندك لا واحد الحجم هنا حداها شوفوا يا اخوتي هذا الحجم اللي هنا إذا كان عندكم هذا الحجم هذا باللتر إذا كان هذا الحجم هذا باللتر اختاروا اننا نعوضوا الكتله الحجميه بهذا ولا كان هذا بالمليلتر اختاروا اننا نعوضوا الكتله الحجميه باش بهذا صافا اخوتي صافا اخوتي اذا اجي نشوف اخوتي هذا الحجم هذا شحال كيساوي هنا 300 ملي مادام هذا 300 ملي انا غنعوض ديك الكتله الحجميه نعوضها بهذه اللي فيها الجرام على الملي علاش باش يتختز ليا الملي مع الملي اللي ما كيعرفش اخوتي واش نعوضو بهذه ولا بهذه كيما قلت لكم على حساب هذا الحجم باش عطيه لك هو نهار الفرد فغتبقى لكم اخوتي في الاخر كميه الماده شنو هي هي الدي شحال هي الدي تما 0.78 مضروبه في رو ديالو قلنا اين هي يا رو ديالو اللي غنخدمو بها نخدموا بهذه علاش هذه لان هذه هي اللي بالجرام على الميليلتر مضروبه فاش مضروبه في الحجم شحال هو الحجم هنا اخوتي 300 ميليلتر كالعاده هذا اخوتي نقسموا على ام كبيره شحال هي ام كبيره ديال هذا العنصر 6 ديال الكربون 12 ديال الهيدروجين غديروا 6 في ام ديال الكربون شحال هي 12 زائد 12 في ام ديال الهيدروجين اللي هي 1 ونحسبوا اخوتي هذا كامل علاش اختارينا اخوتي نعوضوا هذه بواحد باش يتختزل ليا الميليلتر مع الميليلتر يبقى ليا البسط كله راه بالجرام نقدر اخوتي دابا نعوضوا هذا الشيء هذا ونجي هنا ندير واحد الكسر ها انت صفر فاصلة وسبعين مضروبة فاش في تلتمية مقسوم علاش على ستة في 12 زائد 12 شحال هي هنا في الاخر لي تما كاينة في الاخر هي جوج فاصلة تمنية <applause> وسبعين أخوتي على راه الوحدة هي المول الله يرضي عليكم يا شباب الله يفتح عليكم اخوتي بيبان الخير الله يسهل عليكم يا رب هات يا اخوتي هاد السؤال بعض التلاميذ راه ما فهموش بعض التلاميذ اخوتي راه ما فهموش غتصبروا معنا واحد الدقيقه التلاميذ اللي فهموا الله يرضي عليكم تعجبني لو, 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 لو كنتي كتصبر مع خوتك تعجبني لو كنتي شتي لو كنتي داك النوع اللي كيصبر مع خوتك تعجبني كاين بزاف ديال خوتك ما فهموش هذا السؤال ديال لا دونسيتي وهما اصلا داخلين لايف على وديت هذا لا دونسيتي شحال من واحد كتقول بهاد لا دونسيتي نهار الفرد ما كيعرف ما يدير فيها انا غنشرح لهم دابا نيت اخوتي واحد المثال اخر من غير هذا المثال هذا تخيل معايا مثلا انا غنشد مثلا واحد العنصر مثلا ديال مثلا سي 3 و... انت ما تخافش انا نعاودك واحد المثال اخر سي 2 اش 4 هذا مثلا عنصر ياك غنعطيك انا مثلا ديال لا دونسيتي ديالو هي 0.5 ياك وغنعطيك الحجم ديالو هو 100 مللتر ها نتا 100 مللتر وغنزيد نعطيك الكتله ديالو غنزيد نعطيك باردون صافي أه غنعطيك نقول لك القاليه شنو هي الكتله ديالو القاليه شنو هي كميه الماده ديالو غتقولي كميه الماده مادام اخويا عاطيني لا دونسيتي كيما قلنا الا عاطيني اخوتي هو لا دونسيتي راه بحال عاطيني رو ولا عاطيني رو والحجم راه بحال عطيني الكتلة إذا أين العلاقة كنخدمو بها غنخدمو بهاد العلاقة كنجيو أول حاجة كنكتبو لي كمية المادة هي الكتلة على الكتلة المولية واخا شحال هي الكتلة فين العلاقة اللي غنخدمو بها خوتي شحال هي الكتلة الكتلة هي إن فوا إم كبيرة شنو هي الكتلة هي إن فوا أباغدون سمحو لي أخوتي شنو هي الكتلة هي روف في شو أخوتي سهيت والله إلا غا سهيت والله إلا غا سهيت هي روف في كنت مركز مع شي هضره كاينه برا قدام الباب ديال الدار كاين واحد الهضره قدام الشرجم على سيتا خوتي قلنا قلت لها باش نعوضها بروف في ها هي في هضروا هذه باش نعوضها ديك روبه باش نعوضها بالدي فرو ديالو نعوضها بالدي فرو ديالو فاش مضروبه في الحجم في كلشي اخوتي مقسم على ام كبير اخوتي علاش دايره على هضره ديال لولي هنا رود ديال لولي هنا مالها باش نعوضها واش نعوضها بهذيك اللي فيها المليلتر ولا نعوضها بهذيك اللي فيها اللتر كيما قلت لكم على حساب هذا الحجم هذا الى هذا الحجم كيما انا عاطيه لكم هنا مثلا بالمليلتر ها هو بالمليلتر اذا غتعوضوا حتى نتوما هذه بهذيك اللي فيها المليلتر تعوضوها بهذه اللي فيها الجرام على المليلتر اذا غتتولي لكم اخوتي هذه العلاقه هذه ديال كميه الماده لا دونسيتي تما 0.5 ياك رو ديالو شحال قلنا غنعوضوا بهذيك اللي فيها المليلتر غنعوضوها بواحد والحجم غنعوضوه ب100 ونقسم اخوتي على ام كبيره هنا راه عندي جوج ديال الكربونات اذا جوج في 12 زائد 4 في 1 صافا خوشي نعطي لا ريبونس هنا كالعاده راه يخرج لي كنا اخوتي, أخوتي بالمول الوحده العالميه ديالو اللي هي المول انا عاودت لكم اخوتي واحد المثال اخر باش تضبطوا اكثر غنوصلوا دابا السؤال الثاني يلا اخوتي دابا سبقوني في السؤال الثاني السهل نعطيكم السؤال الثاني ديالكم يلا ها السيميتر ها السيميتر صراحه راه سبقتوني في هذا السؤال ما عندي ما نقول لكم ها انستغرام دريس انستغرام شكون اللي سبق في هذا السؤال انا ولا نتوما قال لكم استنتج الكتله يلا كي ديروا تلقاو شنو الاستنتاج ديال الكتله كيديروا تستنتجوا شنو هي الكتله انت حسبتو كميه الماده واش تقدروا تستنتجوا الكتله واش تقدر تسنج الكتله خو ادريس <applause> اخو ادريس تفرقيك اخويا ولي خليك تسها كاينه <applause> كاينه الواحد هو يدخل سوق واحد جدي عاش 1000 سنه كان كيديها <applause> في راسو كان كيدخل سوق راسو يكون الناس يهضروا في الشرجم وانت مالك وانت مالك اش حرق شطاطك هنا اخوتي بقينا واحد ياك دونك انا, أنا درت جوج ماشي مشكل نوزا اخوتي يلاه مشيو مشينا بيو بيو سير اخويا على بركه الله ما نحسبوا كميه الماده هو قال لي استنتج شنو هي الكتله حنا اخوتي راه عندنا كميه الماده عندنا كميه الماده طرب لنا الكتله انتما كاين واحد العلاقه اخوتي كتجمع لي ما بين كميه الماده ما بين, ما بين الكتله الموليه وما بين الكتله شنو تقول لي هذه العلاقه هذا نقول ليه هكا نقول ان كميه الماده شنو هي هي الكتله على الكتله الموليه راه أخويا داك المثلث هنا ها هو المثلث هنا كاينه من هنا كاينه كميه الماده كاينه من الفوق كاينه الام كاينة من اللي هي كاينة إم كبيرة إذا شتا هي الكتلة الكتلة إم هي إن فوا إم كبيرة نعوض أخوتي كالعادة كمية المادة تما بواحد فاصلة تمنية وسبعين أخوتي تما كاينة في إم كبيرة شحال هي إم كبيرة ديال هاد العنصر هذا عندي ستة ديال الكربون ياك غنديرو ستة في 12 زائد 12 في واحد شحال كتساوي أخوتي في الأخر هاد كمية المادة هادي شحال تبارك الله عليكم أه شوف غلبتوني من يونس الهيبة كلشي 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 واعرين 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 ستة فاصلة ثمانية مضروبة غنفتحو واحد القوس ستة في 12 زائد اثناعش في واحد سدو القوس شحال اخوتي بقات هنا مئة يلا دي بارفي لها ورقه بوحده بالعاني اخوتي خليت لكم لا بارفي اللي غيسولني اخوتي على هذا الفرد هذا دخلوها نتوما دخلوا غير الستوري غتلقاوني بارطاجيتو معكم تما في الستوري غنحاول نحط لكم اخوتي هذه الفرده في الستوري ان شاء الله باش اللي ما شافش اخوتي هذه الفرده ان شاء الله يبقى اخوتي في الستوري واجد وجاهز تما في الستوري كالعاده اخوتي نمشيو دابا لا غولاسيون دي غاز بارفي او الغازات الميتالية. علاقه الغازات المثاليه علاقه الغازات المثاليه علاقه الغازات المثاليه علاقه الغازات المثاليه يلا سير يلا مشينا مشينا اخويا السؤال رقم 4 ها انتم اخوتي السؤال 4 اش يقول لنا في السؤال أربعة قال لنا أخوتي هنايا صافي أخوتي ممكن 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 تخدم ديك العلاقة يلا قالنا أخوتي هنا شو الناس اش كيسميو ولادهم رازان نزار رايان هنا سميت اخويا الله يحضر السلام وكان دريس من صغري وازيد يدرس عليك الشوكه يدرس عليك الشوكه الناس اللي كتعرف تسمي كتسمع لك السميات كت... السميه حلوه غاية كان كنخاف عليكم انا بحاجه واحد الدري عندهم هاد السميات هادو دابا تخيل دابا حفيدك تقول لهم غنمشي عند جدي ريان ما جاتش اصاحبي غنمشي عند جدي رزان <applause> كي ما جاتش اخي جدك ما تجيش مع هاد النويط اخي معلينا علينا ما دوز اخويا دوز اش داير الدري لهذا الموضوع هذا شكون جبد هاد الموضوع كاع دوز اخويا دوز دوز ها انت يلاه دوز يلاه دوز يا لا دو زانش يعني اخويا انا عندك زي واحد البوتاي راه واحد البوتاي هنايا واحد القرعه كما زيد القرعه هذه فيها اخويا انا واحد ال... واحد الحجم واحد الحجم فين واحد الحجم فين كتساوي 0.2 متر مكعب هذا فيها لك واحد الغاز كان فيها أخوتي هنا واحد الغاز ديال اش داك الغاز ديال سي اش 4 سي اش 4 دراري بالروج كتبوا لي كومونتير كتبوا سميتكم كامل في الكومونتير الله يرضي عليكم ديروا لي خاطر نقول لكم كاسكاش لكم صافي بالرجل جدي دريس <applause> اكتبوا لي كومونتير ديالكم اكتبوا سمياتكم ناخذ شي فكره على السميات اللي متبعين هاد اللايف ما تخسر والو بالروج ولا وما ما طلعوش عليا ولا الدراري واش كيقول جدي ولا ودريس جات عادي ولا أدري ولا ما بيا دري اكتبوا في كومونتير كامل سمياتكم نشوف السميات اللي كاين دوز 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 عاد بدا ولا الدراري ما طلعوش علينا ولا ولا دوز اخي ما اخوتي آه ما دبا بداو اه لي كومونتير الدراري بداو كيطلعوا علي ولا الدراري اه قلق اه نتقلق ها حالي فاطمة حليمة بوشرى هاجار زيد 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 عبد الرزاق جدة زينب الله ينصرها يا ربي حاجبة زيد 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 دغيا زيد دغيا دينا شو السميات يلا دري يلا يلا يلا, يلا. أو كيفاش اه بلاش 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 واحد فليل لو حصل الدراري أه واحد فليل لو حصل بالله يحصل حصل, أه حصل. نحيد الكومونتير باش ما يقلبوش على داك الفليل لو <applause> نحيد الكومونتير ديالك اخويا ما عندكش احراج دابا واحد دابا هو كونت ديال بنت ياك كونت هو ديال بنت وكتب حمل اذا هذا شي فليل لو هذا شي دري حال كونت ديال بنت حصلتي انا ما تخاف انا نحيد الكومونتير ما تخافش مازال انا غنحيد الكومونتير عاد انا غنحيد انا غنحيد الكومونتير عاد تهنا استر ما استر الله فليلو يا اخي فليلو اش الدراري اللي كيعملوا الكونتا ديال الناس كيسميوهم فليلو دوز اخويا دوز انتم اخوتي عندنا واحد القرعه فيها واحد الحاجه من صفر فاصله ام حيت كومونتير ما تخافش ما تخافش واخا يقلبوا عليه ما غيلقاوش الله ما يلقى ما تخاف واحد الحاجه من بدراري فيه صفر فاصله جوج متر مكعب ها انتما في واحد غاز ديال سي اش 4 يلا درين ندوز ندوز نكملوا قالكم انا اخوتي الحراره ديالنا شحال 25 سلسيوز ها هي 25 سلسيوز ياك الضغط ديالو شحال الضغط ديالو بي ان شحال يا اخوتي الماكينه بي آن. هي 10 20 هكتوباسكال باسكال احصلتي احصلتي يا فليل حصلتي ها <applause> انت ما ما علينا والله يهديك احمد ما بقاش دير صاحبي هاد الفعايل ما دير هاد الفعايل اخي احمد من ها ها واحد الحجم ها واحد الحرارة ها واحد الضغط لكم غادي نزيدو عليه واحد الغاز، اين غاز غنزيدو عليه؟ غنزيدو عليه اخوتي انا واحد الغاز واحد الغاز ديال او دو، دابا في الاول كان عندي غا هاد الغاز بوحدو في الاول اخوتي كان عندي غا هاد الغاز هذا بوحدو اللي هو سي اش 4 ياك؟ شحال كان الحجم ديالو؟ شحال كان الحجم آه شحال كان الحرارة ديالو؟ وشحال كان الضغط ديالو؟ غنزيدو عليه هنا شنو غنزيدو عليه؟ غنزيدو عليه نزيدو واحد واحد الضغط الثاني بي 2 إذا غيولي عندي هنايا واحد الضغط بي 2 اش كيساوي؟ 10 10 40 هيكتو باسكال امتى يولي عندي الضغط هكا في الاول كان غاز سي اش 4 ولكن ملي غادي ملي غادي نزيد عليه واحد الغاز اخر يعني غنزيد عليه الاو 2 ولا عندي سي اش 4 زائد الاو 2 ولا عندي الضغط تبدل شحال ولا الضغط الضغط راه ولا 10 40 هيكتو باسكال صافي اخوتي دوز اخويا يلا الاسئله الاسئله اول سؤال قالك احسب كميه الماده ديال الغاز البوطان في البدايه ديال التجربه دابا حنا في البدايه ديال التجربه شنو كان عندنا كان عندنا غاز البوطان ها هو غاز البوطان ياك هاد غاز هذا البوطان هذا بوحدو اللي كان عندي هاد غاز البوطان اخوتي فينا هو مالو ها كان عندنا الحجم ديالو ها الحراره ديالو ها الضغط ديالو ملي زدت عليه واحد الغاز ديال او ولا ليا الضغط ديال البوطان مع الاو ها شحال ولا عندي الضغط ديالهم غتقول لي ادريس علاش ما تبدلش الحجم حيت راه نفس القنينه راه ما كنتبدلاش حنا ما بدناش القنينه باقي خدامين في نفس القنينه صافي يلاه دوز اخويا على بركه بغينا دابا نحسبوا غير كميه الماده غادي لهاد الاول قبل ما نزيد علينا او2 شي قبل ما نزيدو حنا هاد 2 قبل ما نزيدو هذا افاش كان عندنا هاد المعطيات بغينا نلقاو كميه الماده ديال هاد السي اش 4 كي غنديروا ليه اخوتي غنجيو على بركه الله وغنقول هنا 4 1 غنقول هنا 4 1 شايف نجي هنا اخوتي كالعاده غندير بي ان ندير هنا اخوتي كالعاده بي ان فوا الحجم ديال التجربه هو حجم واحد ما كيتبدلش غنسمي فقط في كيساوي ان ا كميه الماده ديالو الاولى كتسمى باش غنسميوها هنا كالعادة ب إن فوا إر فواحد واحد الحرارة اللي مغتبدلش هي الحرارة تي صافي أخوتي يلا علاش كنقلبو حنا أخوتي كالعادة حنا كنقلبو كالعادة على كمية المادة إن واحد غنهبطو هاد إر دو تي من التحت تبقى لي هنا شنو تبقى لي هنا بي واحد فوا في على إر فوا تي وهادي أخوتي كالعادة هي كمية الم... كمية المادة إن واحد إذا شحال تبقى لنا أخوتي هنا كمية المادة في الآخر غتبقى لي هنا إن واحد شناهي هي بي واحد شحال هي تما كاينة بي واحد عشرة كل كالعاده اخوتي غنضربها في عشرة اس جوج باش نحولها من هيكتو باسكال غنحولها لباسكال اخوتي دوز اخوتي دوز اخويا مزيان 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 اها سير مزيان لا شوف قبل قبل شباب ما تخافش ما تخافش ما تخافش, ما تخافش. انا غنعاود ما اخوتي مره اخرى انا غنعاود مره اخرى اخر نعاود مره اخرى نعاود مره اخرى صافي بزاف خويا من دروك باش في حاجه بحال اول حاجه ديال التجربه هو صفر فاصله 2 يعني شفت شي شحال يعرف اخوتي عار هي 8 فاصله 32 الحراره شحال هي الحراره ديال التجربه الحراره اختي هي 25 واخا نقول هنايا 25

و 5 انا كندير الفيزيك انا كندير الفيزيك ماشي صعيب ماشي صعيب نجيو نشوفوا ماشي شي مشكل ماشي مشكل والله كتل قال لي كتل اودورز شحال ديال الاودورز حنا عندنا هاد شحال ديال الاودورز عندنا كثر اودورزنا الا خوتي باش تموليكسيون كيف داك اه كاين عندنا في الاول شنو كان عندنا كاين عندنا خوتينا في الاول مرحبا 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 مرحبا, مرحبا خوتي نتوما مرحبا غاصبر معنا اخوتي راه عارف الصوت عارف الصوت مشى ملي رجع اخوتي الصوت قولها لينا ملي رجع اخوتي الصوت قولها لي الله يفتح عليكم نصبر عليه اخوتي ماشي مشكل نصبر شحال مش شحال تلقاك استاذ غالب ماشي مشكل بلاش من الصوت ها انتم اخوتي واخا ما كاينش الصوت اصبر انتم واخا ما كاينش الصوت اصبر اصبر صافي يلا على بركه الله بغينا نلقاو دابا باش كدير اودو لي زدنا باش تفهموا اخوتي واحد الحاجه راه في الاول كان عندنا سي اش 4 عاد زدنا عليه اخوتي الاودو ملي زدنا هذا الاودو هذا شحال ولا الضغط ولا الضغط هو هذا البيدو هذا اللي عندي انا هنا اذا لجيت قلت لك انا بكل اختصار نقول لنا بكل اختصار انه عندك الضغط بي 2 اش كيساوي فوا الحجم ديال التجربه في اش كيساوي كيساوي كميه الماده ديالهم بجوج حيت دابا انا ملي مخلطهم بجوج شنو هي كميه الماده هي ان توتال ان توتال شنو هي. هي كميه الماده بالدوري ما سي اش خاطر حيت البيدو ماشي الضغط ديالو يزنا لا راه كان عندي فلوسي اش عندي 22 ملي زدت على شي اش خاطر زدت ولا عندي 40 اذا هل الضغط هذا واش الضغط ديال اودا ولا الضغط ديال سي اش 4 لا الضغط ديالهم بجوج ملي كانوا بجوج مشروكين اذا ملي غادي نجي هنا وغادي نكتب هنا كميه الماده غندير هنا بي دو وغندير هنا في شنو كميه الماده غندير هنا هذا كميه الماده الاول زائد كميه الماده ديال العنصر الثاني ديرهم بجوج صافي خوتي هي ان توتال اش كتساوي لي هاد التوتال كتساوي لي مضروبه ليا فوا ار مضروبه ليا فوا الا بغيت انا هاد الان توتال الا بغيت انا نسميه مثلا بان توتال غادي ندير بي 2 فوا في على ار فوا تي اذا شحال كتساوي لنا خوتي بكل اختصار هاد ان توتال هاد ان توتال خوتي غتساوي لنا بكل اختصار راه ماشي مشكل خوتي غصبروا عارف الصوت شا. صبر الله يرضي عليكم اخوتي صبر صبر واخا يمشي الصوت صبر صبر شحال يا اخوتي انا ان توتال غنعاود تما 10 40 مضروبه فاش في الحجم في الفيديو ديال التجربه صفر فاصله جوج مقسوم على ار تمنيه فاصله اثنين وثلاثين فوا الحراره شنو الحراره ديال التجربه اخوتي هي خمسه وعشرين خمسه وعشرين زائد ميتين وثلاثه وسبعين فاصله خمسطاش باش تلقاو اخوتي هاد ان توطال شحال ملي غتلقاو هاد ان توطال غتخدمو بلا غولاسيون ديال بي ان كتساوي ام على في وي خوتي تبارك الله عليكم هادشي استاذ رافدي جا شرحونا في واحد اللايف قبل وي كاين اخوتي خدمناه في واحد اللايف قديم وديتايت طيب معكم مزيان ماشي مزيان ديتايت طيب معكم فوق مزيان

ما مضربتش اخوتينا في 10 و 2 <applause> شيا شوف اخوتي واش مزيان الصوت ولا باقي مشكل في الصوت رجع الصوت بغينا نبداو الفيزيك بغينا نبداو اخوتي الفيزيك هي 8.38 اذا بغيتوا كميه الماده ديال اودوب بوحدو غديروا كميه الماده ديالهم بجوج اللي هي ان توتال ناقص ان 1 هي شحال 8.38 ناقص 8.22 هي 0.16 مول صافي لو الكتله راكم عارفين اخوتي شنو هي الكتله غضربوا كميه الماده فوا كبيره ديال او 2 يعني غضربوا 0.16 فوا ام كبيره ديال يعني هي 2 في 16 صافي غتلقاو اخوتي الكتله بكل اختصار, اختصار, اختصار هي شحال 0.16 مضروبه في 2 مضروبه في 16 هي شحال الكتله اخوتي بكل اختصار راه هي شحال غتكون عندنا كتله بكل اختصار هي 0.5.12 غرام هانتوما اخوتي دابا 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 لا فونطاج شنو لا فونطاج دابا غنبداو دابا ان شاء الله الفيزيك ها انت ها هو دابا الشيمي اون ديتاي الدرس الاول ديال الشيمي كامل دابا اخوتي غادي ندوزو ان شاء الله ليش غندوز دابا للشيمي غندوز دابا للفيزيك ان شاء الله هاد الشيمي اخويا ديتايتو معاك مزيان ولكن الا بغيتي تسمع ليا الا بغيتي تسمع لخوك دريس غتسمع لهاد النصيحه اللي غنقول لك شنو هي الشيمي كامل فهاد الورقه هادي دابا هاد الورقه جامع لكم فيها انا الشيمي كامل دابا اخوتي غدوزو معايا ليش دابا غدوز معايا دابا الفيزيك انا غنعاود معاكم كلشي غنعاود معاك دابا كلشي في كل الفيزيك ده في الحاله دابا اعتبرنا دابا حنا الله بدينا على عاود معك كلشي 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 غيتعاود ان شاء الله دابا بالنسبه للفيزيك صافي واخ على بركه الله مشينا نعم. <applause> يلا قول لي قول لي مزيان مزيان اها صافي سير اخويا على بركه الله صافي

عم ديوش عليا خوتي الصوت ديالي راه شويه ضرني عرفتي راه نهار كامل وانا مع لي لايف راه والله خوتي ما تصوروش شحال ديال لي لايف دوز اليوم راه اليوم اكثر نهار دوز فيه لي لايف هو اليوم راه ما يمكنش اخوتي راه دوزت شي جوج سوايع مع خوتكم في لوفخ ديال الثانيه باك وجوج سوايع مع الدري في لوفخ ديال اولى باكالوريا راه الحرب اخوتي ليش اليوم يلا خوتي دابا نبدا مع على بركه الله معايا شمعه الفيزيك لا غوطاسيون الدوران ها انت ها هو لا غوطاسيون اولا الدوران عاوتاني كامل شوف معايا انا جمعت لا غوطاسيون كامل في الورقه هذه ونصح معاك تمارين ديال الدوران راه نتوما ما خصكش تعرف ان الشمال غير بعض النقاط راه الفيلم كله كاين في الفيزيك الفيلم كله كاين في الفيزيك يلا هضربنا الساعه و4 غتجيب معايا ولا ما غت... غاد... ولا غتكمل معايا ولا غتقول لي اخويا ادريس انا صافي انا 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 عيت غتغلبني ولا غنغلبك انت دابا اللي غادي تقرر انت دابا اللي غادي تقرر واش تغلبني ولا انا اللي غادي نغلبك ما عرفناش اخويا شكون ما فهمنا والو شكون غادي يربح هذا الماتش هذا واش انا ولا انت عم. شكون فينا غيسكت الاخر واش انا غادي نسكتك اولا انت غادي تسكتني يلاه مشينا خوتي على بركه الله مشينا تبع معايا باقي معايا آه اي اي هذا الفلتر هذا مشى ماشي مشكل ذهب ولا يعود حيدو عندنا ماشي مشكل صافي مات مسكين برد مع خليتو اخوتي محلول جيت لقيتو برد ماشي مشكل خلي الفلتر في السقاق ها نتوما اخوتي غنجمع لكم الدوران كله في هاد الورقه عاد غنحاول يعني نجمع لكم اخوتي الدوران كامل في هاد الورقه عاد يلا سير معايا خويا دقه دقه باش طيب نديطاي معاك مزيان الدوران يلا على بركه الله صافي اخوتي مزيان يلا ركزوا معايا اخوتي الله يحفظكم لما ركزوا معايا ملي كتسمع الكلمه ديال الدوران اول حاجه كتبادر للذهن ديالك شنو اول حاجه كتبادر للدين ديالك الا كان عندك مثلا واحد المركز هنا مثلا او ها واحد المركز هنا مثلا او كانت عندكم اخوتي هنا واحد النقطه واخا ماشي مش م... مشى الصوت عاوتاني واخا ماشي مش مشكل كيتقطع وايه ما عرفت مال هذا اللايف اخوتي اليوم تعكس لينا شويه ماشي مشكل اصبر صبر الدراري دري باش واش غادي مزيان ولا لا صبر صبر باش نعرفوا واش الكاليتي غادا مزيان صافي مزيانه واخا ماشي مشكل ماشي مشكله, مشكلة شباب يرجع الصوت ما كاين حتى مشكل في الصوت ياك ما كاين حتى مشكل اخوتي في الصوت ياك ما كاين مشكل اوكي يلا عندنا سدينا واحد الجسم كيدير لنا واحد الحركه ديال الدوران من واحد البوزيسيون ا آه، غادي ينتقل لينا خويا حتى لواحد البوزيسيون الثاني اللي هو لا بوزيسيون بي دابا انا خوتي بكل اختصار شنو واقع واحد الجسم كان عندنا هنا في الموضع ا آه. ضرب واحد دوبيتور باش وصل ليا لهاد له البوزيسيون الثاني اللي هو البوزيسيون بي يلا دوز 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 الصوت هو هذا على بركه الله وهو كيقطع ليا هاد المسافه هاد كيقطع ليا اول مفهوم عندنا في الدرس اللي هو الافصول المنحني شنو هو الافصول المنحني باش كرمزولي ليه ليه باس شنو هو اس هو هذه المسافة هو القوس أبي هو المسافة أبي أو القوس أبي شنو القوس أبي هو لابسيس كيرفيلين لابسيس كيرفيلين شنو لابسيس كيرفيلين هو الأفصول المنحني هو المسافة اللي كيقطع الجسم هو المسافة اللي كيقطع لنا الجسم هذه المسافة من أ تال بي هاد المسافة اللي كنسموها باش بالأفصول المنحني شباب شباب هاد الأفصول المنحني هو المسافة اللي كيقطع ليا الجسم ديالي مكاين تا مشكل إذا مكاين تا مشكل حيدو كومونتير عاوتاني هو كيتحرك ليا من بي الا وراه كيقطع لينا عاوتاني واحد الزاويه غادي نسميها لك مثلا بالزاويه مثلا تيتا هذيك الزاويه تيتا شنو هي عاوتاني ديك الزاويه تيتا الا كانت هذه الافصول المنحني هذيك راه كنسميوها الافصول الزاوي تيتا شنو هي هي الابسيس اونغيلير ابسيس اونغيلير الافصول الزاوي اونغيلير اونغيلير الافصول الزاوي اذا عندنا خوتي الافصول المنحني وعندنا الافصول الزاوي الأفصول المنحني هو هذه المسافه هذه ا بي والافصل الزاوي هو الزاويه اللي كيقطع لنا الجسم ديالنا ركز معايا انت شوف معايا جمع معايا المعلومات ورقم معايا المعلومات هذه المعلومه رقم واحد شنو درنا في هذه المعلومه رقم واحد تعرفنا على شنو هو الافصل الزاوي وشنو هو الافصل المنحني وبانه هناك علاقه كتجمع لي ما بين الأفصول الزاوي وما بين الأفصول المنحني شنو هي العلاقه هذه هو انه اس اللي هو الافصل المنحني اش كيساوي كيساوي الشعاع الحركه هذا هو الشعاع الحركه ار فشنو اخوتي في كيساوي الشعاع الحركه اللي هو ار فول اوف سول الزاوي اللي هو طيطا هذه العلاقه اللي كتجمعهم ليا بجوج كتجمع ليا ما بين الافصول سول المنحني وما بين الافصول سول الزاوي كاين اخوتي الوحدات هذا الاوف سول المنحني تيكون عندك ديما بالمتر تيكون عندك دائما بالمتر هاد الشعاع اخوتي تيكون عندي تاوي ديما بالمتر هاد الزاويه ديال الدوران كتكون دائما بالراديان عندي هنايا هذا اخوتي العلاقه اللي كتجمعني ما بين الافصول سول الزاوي وما بين الافصول سول المنحني ارى هي العلاقه المواليه ليه العلاقة هي العلاقه دابا عاوتاني الجسم كيتحرك ليا من ا بي راه كيقطع ليا واحد المسافه مادام هو كيقطع هذه المسافه ا بي فهاد المسافة أ بي راه إلا غادي ليا بواحد السرعة تخيل واحد الجسم غادي محرك لك من أ إذا راه غادي يكون غادي لك بواحد السرعة هذيك السرعة كنسميوها بالسرعة المنحنية أو لا فيتاس لينيير كنرمزو لها في أش كتساوي لك كتساوي لك الشعاع الحركة إير فوا السرعة الدورة اللي هي أوميغا إذا شنو هي في في بكل إختصار كنسميوها بلا فيتاس لينيير لا فيتاس لينيير كاين اللي كيسميها خوتي بيريفيريك كاين اللي كيسميها بيريمتر كلوش كيسميها خوتي هاد لا فيتاس هادي كتكون الوحده ديال اخوتي المتر بار سوكون ديما كتكون عندنا بالمتر بار سوكون عاد عندك الشعائر بينسي أو لا الشعائر بيان سي اخوتي راه هو اولا الشعاع اللي تكون ديما بالمتر حتى بالمتر او عندكم انا بالمتر كتبقى لكم اوميغا شنو هي اوميغا اوميغا هي لافيتاس اونغيلا اونغيلا باش تكون لافيتاس اونغيلا كتكون ديما بالراديان على سوكون هادو هما الوحدات اخوتي اللي عندنا في الدرس ديالنا بكل اختصار عندنا اخوتينا السرعه المنحنيه كتساوي الشعائر والسرعة السرعه ديال الدوران هكا اخوتي نكون وصلنا لثالث حاجه شنو ثالث حاجه وهي لا بيريود الدور تقول لي اخويا دريس شنو هو الدور ركز معايا مزيان دابا انتما الدور فالدور اللي كنرمزو ليه بالطي هو المده اللي كياخذها كي واحد الجسم باش يدير لنا دوره كامله كنسميوها اخوتي باللغه العربيه لا ديو باللغه العربيه مده دوره واحده باللغه الفرنسيه لا ديغي دان تو يعني مده دوره واحده الانيتي ديالو اخوتي بيان سيغ كتكون سا اونيتي الوحدة ديالو شنو الوحدة ديالو سا اونيتي هي السكوند الوحدة ديالو اخوتي هي السكوند كاين هاد لابيريود تي وكاين خول اللي هو لا فريكونس كنسميو بلا فريكونس لا فريكونس او لا تردد لانه كاين الدور وكاين التردد الا كان الدور هو تي اللي كيساوي ليا المدة ديال دورة واحدة فالتردد لا فريكونس كنرمزو ليه باف شنو هو هو لو نومبر هو عدد الدورات لو نومبر دي تور هو عدد الدورات دونزين اون دونزين دونز اون اذا كان عندك الدور اذا كان عندك الدور هو المده ديال دوره واحده كيكون عندك ديما بالسكوند فالتردد هو عدد الدورات خلال ثانيه واحده سا اونيتي الوحده ديالو ماشي السكوند الوحده ديالو هي الهرتز وحدته هي الهرتز شوف معايا واحد العلاقه كتجمع ما بين لا T تي وما بين لا فريكونس اف انه تي كيساوي شنو واحد على اف واحد على اف وانه الاف الاف مالو الاف كيساوي ليا واحد على تي ما تنساوش اخوتي الوحدات هذا اللي هو لا فريكونس قلنا كرمزو ليه باف وهذا لا بيريود قلنا كرمزو ليه بالتي هذا كنا تيكون بالهرتز واذا كان هذا هنا لتحتاني بالهرتز هذا غيخرج لك ديما بالسكوند هذا غيخرج لك باش بالسكوند واذا كان هذا هنا بالسكوند عرفتي باش يخرج لك هذا يخرج هذا بالهرتز هذو هما العلاقه اخوتي الثلاثيه بكل اختصار نزيدك واحد المعلومه اخرى ونزيد نصدمك ونقول لك انه كاين واحد العلاقه اخرى شنو هي العلاقه هذه شوفوا لي العلاقه هذه وهي العلاقه اللي كتجمع لي ما بين تي وما بين اف وما بين اوميغا شنو تقول لي العلاقه هذه كتقول لي ان السرعه الدوران كنرمزوا لها ديما باوميغا شنو هي السرعه ديال الدوران هي 2 بي على تي وهي ايضا 2 بي فوا اف اخوتي ركزوا معايا اخوتي مزيان على الوحدات هذه راه السرعه ديال الدوران باش غتكون عندنا السرعه الدوران بالراديان على السكون عرفتي راه الفيزيك اللي, اللي نقاط بزاف هذا كيكون كي بالسكون هذا هنا تيكون بالهرتز اذا كل حاجه اخوتي باش تكون عندنا الوحده ديالها السرعه ديال الدوران بيان سي اخوتي راه غتكون بالراديان على السكون هذا لا بيريود تي غيكون في هذا لا فريكونس اف غيكون عندنا طبيعه الحال بالهرتز احسن ملخص هو هذا ما غاديش تلقى شي ملخص احسن من هذا بالنسبه للدرس الاول والدرس الثاني كنوصلوا من وراها لاياش كنوصلوا من وراها لما يسمى لي زيكواسيون اوغيغ كاع التلاميذ كانوا تي كومونتي او تيقولك استاذ لي زيكواسيون اوغيغ لي زيكواسيون اوغيغ لي زيكواسيون اوغيغ غادي نجاوبهم كاملين غنقول لهم بانهم راه انت كتبغي تعقد لي زيكواسيون اوغيغ كاينه انت كاين المعادله الزمنيه الاوغير ديال اش المعادله الزمنيه ديال الابسيس كيربولين ديال الافصول المنحني ها انتما المعادله الزمنيه ديال الافصول المنحني كنرمزو لها خوتي ب دو تي ها هي اس دو تي اش كتساوي كتساوي في دو تي زائد اس زيرو عاد كاين عندنا عاوتاني ليكواسيون اوغير ديال اش ديال الافصول الزاوي اش هيا ليكواسيون اوغير ديال الافصول الزاويه حيت كان عندنا الافصول المنحني وكاين عندنا الافصول الزاويه سمحوا لي طلع عندنا واحد الميساج بلاتي ديال اش هذا عاوتاني اش شنو هذا اش هذا العجب هذا سمحوا لنا اه ماشي مشكل صافي غير ميساج اخوتي غا عابر السبيل ليكواسيون اوغيغ ديال لابسيس اونغيلار ابسيس اونغيلار شنو ليكواسيون اوغيغ ديال لابسيس اونغيلار هو تيتا دو تي تيتا دو تي اش كتساوي تيتا دو تي كتساوي اوميغا دو تي زائد زي ايه تيتا زيرو هادو هما العلاقات اخوتي بكل اختصار وكل علاقه فاش كنستعملو كاين واحد الملاحظه بغيتك تعقل عليها مزيان انه انت هاد لي زيكواسيون كتخدم بهم فواحد المنحنى اللي انا غنخدمو معاكم دابا نيت كنوصل من, من وراها اخوتي لهاد العلاقه ديال في لما يسمى بلا فيتاس انستونطاني حيت كاين هناك واحد العلاقه ديال السرعه اللحظيه كنسميوها اخوتي بالمناسبه بلا فيتاس انستونطاني انستون السرعه انستونطاني السرعه اللحظيه راه كاين السرعه اللحظيه ديال الحركه والسرعة اللحظية ديال الدوران السرعة اللحظية ديال الحركة مثلا في اي راه كتاخد المسافة ام اي موان زان ام اي بلوس ان قرينا اخوتي هادي في ارتيكل كنا كنقراو هادي من طخون كومان على جوج طو وكاينة اوميغا اي يعني الزاوية ديال الدوران السرعة ديال الدوران السرعة ديال الدوران دي كديرو او ام اي -E موان زان او ام -E اي بلوس ان علاش اخوتي على على جوج طو انا نشرحهم لكم اون ديتاي ان شاء الله غادي غن غنديتايو معاكم اون ديتاي غتبقاو باخر حاجة ونبداو في التمارين ومن خلال التمارين غتفهموا هذا الملخص كامل علاش هو مكتوب من خلال التمارين غتفهم هذا الملخص كامل كيفاش غادي شوفوا لي اول حاجه شوف معايا بقات لينا اخر حاجه واهم حاجه انا ناكد على ان هذه اهم حاجه في الدرس كامل وهي لي زونيتي اولا الوحدات الوحدات بصفه عامه انا كنعتبر ان هادو هما اهم حاجه في الدرس كامل وكيفاش التلميذ يعرف يخدم الوحدات في الدرس هذا الوحدات كان عندك وحدات ديال الدوران بحال دابا مثلا تور دوره واحده شحال فيها بالدوغري كنعرفوا ان دوره هي 360 درجه شحال فيها بالراديان فيها جوج بي بالراديان يلاه زيد معايا عاوتاني عندكم المده الزمنيه الساعه شحال فيها من مينوت الساعه كتضربو في 60 شحال فيها من مينيت كتضربو في 60 والمينيت شحال فيها من سكوند كتعاود تاني تضرب في 60 مره اخرى الا عندكم شي حاجه بالسنتيمتر وبغيتي انت تحولها للمتر كتضرب 10 اس ناقص 2 ولا عندكم شي حاجه من الميلي اي حاجه وانا كندوي لكم اخوتي سواء المليمتر للمتر ملي سكوند سكوند من الميلي ميلي صغون صغون. ميلي اي حاجه لديك الحاجه 10 اس ناقص 3 عرفت اخوتي هذا نقدر نعتبره إن احسن ملخص للدرس ديال الدوران هو هذا الملخص هذا عاد بقينا اخوتي واحد العلاقه كنخدموا بها مره مره هذه مره مره هذه عام مره مره آه عقلوا مزيان اخوتي على انه اوميغا اوميغا في الاصل ديالها هي دلتا تيتا على دلتا تي يعني التغير ديال تيتا بدلاله الزمن كالعاده اخوتي هاد تيتا ديما خصو يكون بالراديان هذا ديما خصو يكون بالراديان ولا ديما بالسكوند باش يخرج لكم هذا بالراديان على السكوند يلا ارى لي دابا علاش قلت لكم على هذا على انه احسن ملخص علاش اخوتي انا كنسمي هذا احسن ملخص حيت راه كاع المعلومات اللي نتوما خصكم تكونوا فاهمين في الدرس ديال الدوران كاين عندكم في هذا الملخص هذا سكرين يا خويا وصايبه انت في شي ورقه بحال هذه راه فريم ورا احسن ملخص ممكن انك تشوفوا في الدرس ديالكم احسن ملخص هو هذا الملخص هذا راه فريمو احسن ملخص ممكن انكم تشوفوا في الدرس هذا هو هذا الملخص هذا الملخص ديال الدرس بصفه عامه هو هذا بجميع الفقرات اللي غادي تحتاجوا فيه ان شاء الله وجميع المعلومات اللي نتوما كتحتاجوا بالنسبه للدرس غتقاو اخوتي هنايا يعني. يلا معي ركز معايا الله يرضي عليك ركز معايا ركز معايا اخوتي بغينا نساليو هنا نبداو على بركه الله مع التمارين اخوتي نبداو مع التمارين غتي من اول تمرين آه من اول تمرين اول فرض اول فرض والله يتجامع عليكم الدرس كامل اول فرض اخوتي راه جامع عليكم الدرس كامل اول فرض جامع الدرس كامل غير الفرض الاول راه جامع عليكم الدرس كامل سمحوا يا اخوتي بلاتي اي آه اي اي يا اخوتي بلاتي بلاتي صبروا علينا على اصحابي صبروا علينا الدراري واش شباب واش شباب صبروا واش شباب لماذا تتسرع يا اخاه ولماذا تتسرع يا اخاه لماذا, لماذا تسرع لماذا السرعه السرعه تقتل بلاتي انا غندير معكم واحد الفرد شامل ابراني يعني آه الله اكبر يلا نديرو اخوتي واحد الفرد دابا شامل غنجمع لكم في الفرد هذا كلشي ان شاء الله عطينا اخوتي هنا شي فرد شامل عرفتي والله حتى احسن فرد في لاغوطاسيون بالروج ولا هو هذا الفرد هذا عرفتي تدري راه فتنا ساعه ونص بدينا مع السبعه فتنا ساعه ونص بقينا باقي لهنا الدري العشره اليوم مشينا على شي جوج سوايع ولا شي ثلاثه اليوم هانتوما اخوتي فرض شامل للدوران فرض شامل للدوران اذا هذا الفرض هذا جمع تقريبا كاع الاسئله ديال لاغوطاسيون عرفتي كاع الاسئله اللي ممكن انكم تحتاجوهم بالنسبه للدرس ديال لاغوطاسيون غتلقاهم ان شاء الله اخوتي في هذا الفرض هذا يلا سير معايا خويا دقه وانا كنوعدكم بانني غنشتغل معكم على كاع الاسئله وكاع التمارين اللي ممكن يديرو لكم في لاغوطاسيون كاع الاسئله كاع الاسئله ممكن يديرو لكم في لاغوطاسيون غنديرو معكم ان شاء الله اخوتي مشينا اخويا على بركه الله قال اخوتي في الفرد هذا الفرض هذا دابا هذا الفرض هذا راه هذا هو الجزء الاول ديالو هذاك اللي كنت صحيت معكم هو الجزء الاول ديالو الكيمياء وهذا هو الجزء الثاني ديالو اللي هو الفيزيك راه ان شاء الله خوتي غتلقاو في ستوري دوزو غير ستوري غتلقاو اولا كيما كنقول لكم كيما دي ديما دير غير شي ستوري وطاغيني فيه وراه غنصيف ايدخل لكم الادمين لواحد المجموعه الواتساب مجانيه خاصه بالملخصات ديال اللايف على بركه الله قال لكم اخوتي هنا ان ديسك اوموجين اس دو ديامتر دي كيساوي 12 سنتيمتر وكيدور ليا الديسك شحال كيدور ليا 1000 دوره في الدقيقه والتور دالاكس بيربونديكولير او ديسك اون <applause> سون يعني انت الى ستي عندك سدينا واحد الديسك عندنا <applause> واحد الديسك واحد الديسك واحد, ل... واحد, واحد القرص مال هاد القرص هذا عندنا سدي لك هنا واحد الديسك واحد القرص مال هاد الديسك هذا ها هو قرص ها هو واحد القرص مال هاد القرص هذا هاد القرص هذا خويا القطر ديالو هو دي كتساوي 12 سنتيمتر زيد معايا قال هاد الديسك هذا شحال تيدور تيدور 1000 1000 دوره خلال الدقيقه أخيرا الدقيقة أول سؤال أول سؤال قال لي كيلي، لا ناتور دان بوان دي ديسك جيستيفي فوت ريبونس كيل لا ناتور شنو نوع الحركة ديال كل نقطة من هاد الديسك هذا كيفاش تقدروا تعرفوا نتوما اخوتي شنو نوع الحركة باش تعرفوا اخوتي هاد الديسك هذا ديما كيدور 1000 دورة في الدقيقة تخيل دابا شوف يدي شوف يدي كدور ديما نفس كدور جوج دورات في الثانية كدور جوج دورات في الثانية ديما كدور بنفس السرعة عمرها ما كتبدل العدد ديال الدورات ديالها فتنقول في هذه الحاله هذه أن الحركه ديال اليد ديالي هي حركه دوره منتظمه تقول لي وكيفاش عرفتي اخي ادريس نقول لك بما ان السرعه بما ان بويسكو لا فيتيس السرعه دو روتاسيون سرعه الدوران دو روتاسيون دي ديسك سرعه الدوران ديال القرص اي كونستانت ثابته بما ان سرعه دوران القرص ثابته بما ان سرعه دوران القرص ثابته اذا الحركه لو موفمون لا روتاسيون لو موفمون اي موفمون دو اذا الحركه حركه دوران منتظم منتظم هذا اخوتي كان السؤال الاول كان هكادو هذا السؤال في الاول تقديمي غير سؤال اخوتي تقديمي السؤال الثاني قال لكم ديتيرميني لا فالور باتو... دو لا فيتيس اونغولير اوميغا دون لو سيستيم انترناسيونال عرفتي راه باغفوا راه ما تكونوش محتاجين انكم تكونوا فاهمين بزاف ديال التمارين اخوتي باش ندوز الفرد ديالو انا مرتاح راه نقدر نكون فاهم تمرين واحد ضابطو مزيان راه ندوز الفرد ديالي فوق مخير تمرين واحد لو كنت فاهمو مزيان تمرين واحد لو كنتي فاهم غتمرين واحد مزيان كون اكيد راه غدوز الفرد ديالك مخير فمثلا اخوتي نفس السؤال الثاني ما طلب مني حتى شي حاجه طلب مني فقط نلقى اوميغا باش نلقاها اخوتي هنايا نلقاها بالوحده العالميه ديالها اللي هي الراديان بار سكون يعني هو كان عاطيني اوميغا علاش قلت لكم احسن ملخص هو هذا احسن ملخص اخوتي ديال الغوطاسيون هو هذا انت راه معايا الملخص اخوتي ديال الغوطاسيون هو احسن ملخص هو هذا هذيك التور غنحولها للراديان وهذيك الساعه غنحولها للمينيو نحول هذيك المينيو تحولها للسكون وغادي نلقى ديك الساعه لا ريبونس ديالي اش كي غندير اخوتي انا اش نقول ليه لدينا اوميغا شحال كيدور هاد الديسك هذا هاد الديسك اصلا كيدور 1000 دوران كيدور 1000 تور بار مينوت ها هي 1000 تور بار مينوت تقدر انت تفهم غير هاد الفرد هذا مزيان غدوز الفرد ديالك مخير انت عطينا سيدينا زي واحد الكاس رانت ها 1000 ها 1000 هنا 1000 ديال اش 1000 دوره قوليا الا بغيتي تحول انت سيدي من الدوره الراديان باش تعوض هنايا جوج بي اذا غادي ديروا 1000 فاش 1000 الف في جوج بي باش تحولها من تور الراديان هاد المينوت اللي تحت باش تحولها للسكوند غتحولها ب 60 سكوند انا غادير بلاصه 60 ونورا اخوتي دخلوا لي هذه في الحاسبه واعطيني لا يعني دخل في واعطيني ها ألف زيد مضروبه في 2 بي ها هي 2 بي ها هي بي مقسوم على, على ستين مقسوم على 60 شحال في الاخر جاتكم سيدي هنا 104 ها هي 104 فاصله 71 راديان بار سكوند صباح الخير مزيانه بهذا اخوتي كون حسبت اوميغا ديالي وساليتها كامله من الاول حتى الاخر بجوج اخوتي السؤال موالي السؤال موالي في السؤال الثاني قال لكم اوجد لافريكونس واستنتج منو راه الدور انا غنصعب شويه السؤال هذا اش غنقول لكم اخوتي انا في السؤال الثالث وقال لكم قال لي لافريكونس انا نقول لكم اسيدي لقوا لي هاد هذا اه لقوه لي بجوج ديال الطرق ماشي بطريقه واحدة بجوج ديال الطرق اذا كاين تلامذ اللي غيخدموا بالتعريف يجي مع راسه يقول لي اخويا ادريس احسن ملخص ديال هاد الدرس هذا بغيت تضرب شي نقطه مشرقه في الفرد الجاي في لا روتاسيون ها هو احسن ملخص في لا روتاسيون كاين اخوتي لهاد له لا فريكونس هذا كيجبدوا من خلال التعريف تيقول مع راسو شنو هو لا فريكونس هو عدد الدورات خلال ثانيه واحده اذا عدد الدورات خلال ثانيه واحده عاود معايا بشويه عليك هاد الديسك شحال كيدور هاد الديسك هذا هاد الديسك اخويا ادريس كيدور 1000 دوره ها هي 1000 تور خلال ماذا خلال دقيقه واحده شنو هي دقيقه هي 60 ثانيه اذا كان هو كيدور 1000 دوره في الدقيقه 1000 دوره في 60 ثانيه شنو هو لا فريكونس شحال من دوره في ثانيه وحده اذا تانية وحده مالها شحال من دوره فيها هاديك شحال من دوره فيها راه هو الاف اذا شنو هو الاف الطريقه الثلاثيه الف واحد مقسوم على ستين هي الف مقسوم على ستين شحال تبقى لنا اخوتي هنايا الف على ستين كي هذا اخوتي شحال سوات هنا نعم. سوات لك قال كاس لي هي 16 فاصله 66 الوحده العالميه اخوتي كالعاده هي الهيرتز الوحده العالميه ديال لا فريكونس كما قلت لكم اخوتي هي الهيرتز كاين هاد آه. الطريقه الاولى غادي نسميوها اخوتي لا ميثود نيميرو 1 الطريقه الاولى يا بي خدمه اخوتي بهاد الطريقه هادي راه مزيان خدمه بهاد الطريقه هادي كلا بي خدمه اخوتي بهاد الطريقه هادي هي راه مزيان اش من طريقه عقلوا بانه راه عندكم تما اوميغا وهناك علاقه ما بين اوميغا ولا فريكونس شنو هي العلاقه كتقول لي هاد العلاقه انه اوميغا كتساوي 2 بي في اف والله حتى احسن ملخص هو هذا ليش انا تقول لي انه اوميغا هي دو بي فوا اف ها هي فوا اف اذا لا بغيتي اف هبط دو بي من التحت هي اوميغا على دو بي باش نلقى اف اذا نقسم على على دو بي اذا شنو هي اف شحال هي اوميغا هنا بشرط ان اوميغا تكون بالراديان على السكون هي 104 فاصله 71 مقسومه على جوج بي شحال كتساوي هنا عاودوا اخوتي هذه كامله 104 فاصله 7 في 104 فاصله 71 مقسومه على جوج بي مقسومه على جوج بي شحال خوتينا في الاخر 16.66 هرتز وهذا خوتي بكل اختصار هو لا فريكونس ديالكم قال لينا لقاو لا فريكونس ولقاو تي انا عاوتاني غنصعب لكم هذا السؤال كثار ديال تي ونقول لكم اخوتي لقاو هي ثلاثه ديال الطرق الله اكبر اي تعلموا ديما اخوتي هذه القضيه تعلموا ديما انكم تقلبوا بزاف ديال الطرق تعلم ديما انك تنوع المهارات ديالك تعلم ديما انك توجد الاقصى حد الفرد ديالك اجي اخوتي هنا قال لي السر القاليه هاد التي بزاف ديال الطرق اجي اخوتي كاين اللي يخدم هاد التي هذه باي طريقه بالطريقه ديال التعريف كما درت انا هنا لا فريكونس شنو يقول لي يقول لي هاد الديسك شحال كيدور كيدور 1000 دور ها انت 1000 دور ها هي 1000 دور خلال ماذا خلال 60 ثانيه خلال 60 ثانيه 1000 دور خلال 60 ثانيه اذا الا بغيت انايا تي شنو هو التي هو مدة دورة واحدة ها دورة واحدة دورة واحدة مالها المدة ديالها ديك المدة ديالها دورة واحدة المدة ديالها هذا هو التي اذا شحال هي التي ستين في واحد مقسومة على ألف اذا شنو هي التي الطريقة الثلاثية هي ستين في واحد مقسومة اخوتينا كالعادة على ألف شحال هي اخوتينا ستين في واحد ها انت ستين مقسومة على ألف كالعادة غتجينا نفس لا غيبونس صفر فاصلة صفر ستة صفر فاصلة صفر ستة كانت هذه الطريقة الأولى ها هي الطريقة الأولى تبارك الله عليكم أخوتي تبارك الله عليكم تبارك الله عليك 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 إيه ها أنت ها الطريقة الأولى زيد الطريقة الثانية شنو هي إلا بغيتي تلقى تيب شي طريقة أحسن كيما درنا قبيلة هنا نخدمو بالعلاقة ديال أوميغا أين علاقة ها أنتم راه عندكم علاقة ما بين تي وما بين أوميغا وتقول لي أن أوميغا شكتساوي كيما درنا قبيلة بالنسبة لإف هي دو بي على تي نجيبو اخوتي داك الموتلات اللي مولفين كنخدمو به ها هو المثلث اللي مولفين كنخدمو به ديما هاد المثلث ينفعك من دابا حتى للبكالوريا سول راسك كيما كيجاوبوني التلاميذ قالوا لي استاذ الطريقه هي دير واحد على معلم ناضي والله الا ناضي شكون كاين اخوتي من هنا من هنا كاينه اوميغا ياك من الفوق شنو كاينه كاينه دو بي من الهي شنو كاينه كاينه تي اذا لا بغيتي تي شنو هي تي شنو هي تي هي دو بي على اوميغا شنو هي تي هي دو بي على اوميغا شحال هي شحال هي هي دو بي على اوميغا على مية فاصلة واحد وسبعين نعوضو اخوتي صفر فاصلة صفر ستة قالتلي اخر حالة اخر حالة اخر حالة وهي كيفاش تلقاو نتوما هاد تي هذا بالاعتماد على شي علاقة اخرى وهي العلاقة الاخيرة وهي هاد العلاقة غنقول لنا انه تي شناهي هي واحد آه باردون حنا كنقلبو على تي اه هي نخدمو دي. بالعلاقة ديال العلاقة ما بين تي و اف لانه ديجا كانت عندنا اف غندير واحد على اف وصافي اخوتي صافي اخوتي مرحبا شوف اللي قال لي يلاه جيت اخويا هانت انت راه ماشي مشكل واخا يكون هرب عليك الدرس الاول راه غتبعد دابا انت الدرس الثاني حنا دابا كاسك كنخدموا في الدرس الثاني أتعود هنا واحد علاش 16.66 غتجيك صفر 0.06 في هذه الاجوبه في الفرض كامل يعطيك عليهم الاستاذ زيرو الا ما درتيش ليه الوحده كيتحسب الجواب اخوتي ديما غلط الا ما عطيتيش الوحده راه يحسب لك الجواب غلط ان شاء الله نهار الفرض صافي اخوتي يلا سير على بركه الله فرد زوين والله الا فرد زوين شتي الكيمياء ديال هذا الفرد هذا الشيمي ديالو غنبارطاجي لكم في ستوري والله الا فرد زوين ماشي كنشكر الفرد ولكن بريمو فرد زوين ولكن اللي حسن من الفرد هو هذا الملخص سواء الملخص ديال الكيمياء درنا ملخص في الكيمياء واعر واعر سواء الملخص اخوتي ديال الفيزيك درنا ملخص هربان في الفيزيك خصوصا هذا الملخص ديال الفيزيك اللي كيسولني على هذا الوراق هادو شي تلامذه آه هاد شوف هاد الوراق هادو راهم رخاص راه 100 ورقه شحال 100 ورقه ب 20 درهم ورق مقوى صراحه كيعجبني في الخدمه بزاف كيجي زوين في الملخصات اللي كيبغيو كيدير ملخصات ديال التربيه الاسلاميه دي عندك يقول لك 100 ورقه ب 20 درهم ورق مقوى 100 ورقه ب 20 درهم 100 ورقه ب 20 درهم راه ورق زوين كتخدموا به المهم اللي يعجبو اخوتي ياخذو ياخذو المهم خذو شقى على راسك اخويا كما تيقولوا راه زوين في الخدمه وغينفعك بزاف في الخدمه وغيسهل عليك بزاف خويا ادريس خويا ادريس خويا ادريس شنو السؤال الموالي في السؤال الموالي اش قال لي يعني. قال لي اخوتي اكري لا ريلاسيون اونتخ لابسيس كيرفين و لابسيس اونجيلا في السؤال 4 السؤال 4 شنو قال لي؟ قال لي اكتب العلاقة ما بين الابسيس كيرفين و لابسيس اونجيلا شنو العلاقة بيناتهم اخوتي؟ فين هو لابسيس كيرفين؟ هو اس فين هو لابسيس اونجيلا؟ هو تيتا شنو هي العلاقة بيناتهم؟ اس اش كتساوي؟ كتساوي ار في تيتا ار في تيتا احسن ملخص هايا اس كتساوي ار في تيتا ياك ها العلاقة كتبتها بيناتهم من وراها عرفتي اش قال اش قال لي من وراها؟ قال لي لا سير قال لي شنو هي الاس شنو هو لابسيس كيرفين الاوفسول المنحني دير واحد النقطه كاينه في الطرف ديال الديسك الى هاد الديسك هذا دار خمسه ديال الدورات الى هاد الديسك اللي حنا خدامين عليه دار خمسه ديال الدورات وكاين واحد النقطه هنا في الطرف ديال الديسك شحال غتكون هاد الاس ديالها شحال دار هاد الديسك هذا عندي طيطا ياك وعندي ار ار تقول لي ما عندكش ار لا راه عندي ار ديري الله يهديك راه عندي القطر اتفق معاك شنو هو القطر القطر هي من هنا حتى لهنا وشنو هو ار هو النص ديالها اذا لا بغيت انا <applause> الشعاع نقسمو فقط اخوتي الى جوج صافي اخوتي اذا غادي نديرو هنا اس اش كتساوي ها هي اس اش كتساوي كتساوي دي على جوج ياك مضروبه في تيتا شديت القطر قسمته على اش قسمته على جوج عاد ضربته في عاد ضربته هنا في الدوران غنعوض اخوتي ديك دي باش ب 12 راه سنتيمتر نحولها اخوتي للمتر فاش نضربوها 10 اس ناقص جوج مقسومة على جوج مضروبه في تيطا شحال تيطا خوتي ديال لي دار ديسك دار لي خمسه ديال الدورات يلاه ليدكي خمسه ديال الدورات ها يكون هو الملخص علاش نقول احسن ملخص ما غاديش تلقاو شي حاجه ناقصه في هذا الملخص هذا حولتو للمتر ها انا ضربته في عشرة اس ناقص وهذا باش خصو يكون بالراديان هو باش عندك هنا في التمرين عندك دوره يعني عندك بالتور كيفاش تحول من تور راديان هذيك خمسه باش غضربها في جوج بيباش يولي عندك بالراديان صافي اخوتي وعوضوا كل شيء وعطيونا لا هنا ديريكتومون شحال غادي لكم ها واحد الكسر فيه 12 فوا 10 جوج. على جوج. فوا خمسة فوا بي شحال اخوتي بقات لنا في الخر. واحد أه شي حاجه ماشي هي هاديك. صافي جاتنا 1.88 متر اذا شحال ضرب الديسك ضرب 1.88 متر بقى اخر سؤال أخوتي. اخر سؤال في هذا الفرد هذا اذا قال لك اسيدي غنعتبروا انه واحد النقطه كاينه في الطرف الاخير ديال هاد الديسك هذا واحد النقطه كاين هنا كاين ما قبيله كاين واحد النقطه هنا قال لك وهاد النقطه غادا اشابي غادا تلاح من الديسك في واحد اللحظه ملي يكون الديسك كيدور كالكيلي لا فيتاس لينيير لقى لي في ديالها شحال ديال هاد النقطه هاد الدي. اوكي كي غندير لقى شنو هي لا فيتاس ديال هاد النقطه هاد الدي. ها بكل ذكاء اخوتي غنجي نقول لها هو السؤال خمسه بغيتي تلقى السرعه ديال السرعه لينيير ديالها شنو السرعه لينيير راه هي في ها انت راه هي في شنو هي في بكل اختصار كنعرفوا ان في هي ار في اوميغا بحيث ان هذا الار هذا باش يكون هذا ديما تيكون بالمتر وهذا باش يكون ديما بالراديان على السكوند ها اللي بغينا اذا غيخرج لي هذا باش بالمتر على السكوند غادي نجي نعوض كلشي اخوتي غنعوض كلشي انت باش غنعوض هذا الار هادي هاد. ما عندكش الار ولكن راه عندك القطر دي غتشد ديك الدي غتقسم على جوج غضربها في اوميغا يلا سير معايا شحال هي دي ديال الديسك ديالنا هي 12 سنتيمتر غديرو 12 في 10 اس ناقص مقسومه على 2 مضروبه في أوميجا شحال هي اخوتي اوميغا أي راه حسبناها في الاول ديال الفرد شحال هي اوميغا اخوتي 104 فاصله كل هذا عوض كل شيء وتلقى اخوتي لا ريبونس ديالكم ديريكتومون انا نعوض كل شيء اخوتي انا نعوض كل شيء غندير هنا سيدي واحد الكسر ها كسر فيه 12 نقولو 0.12 انا ضربنا في عشرة اس على جوج. مضروبة في 104 وربعة فاصلة واحد وسبعين شحال اخوتينا في الاخر 6.28 فاصلة تمنية وعشرين هاهي ستة كالعادة اخوتي متر بار سكوند مزيان اخوتي تال دابا نتمنى تكون باينة ليكم مزيانه اخوتي وواضحة ليكم مزيان قال لكم مثلها قال لكم مثلها السؤال الاخر قال لكم مثلها هاد السؤال شحال ديال الوليدات ما كيعرفوش يخرجوا اخوتي نهار الفرض وبعض الاسئلة انا كنعتبرهم كادو غير انت ممكن تكون عمرك ما تبعتي الشرح ديالها مع شي استاذ غير انت قال لك مثل ليا الفيكتور فيتاز شحال من واحد كيقرا بحال هاد الاسئله في الفورد وما كيعرفش يخرجهم عادي آه انت كتجي كترسم لنا سيدي واحد القطر انت غترسم لنا سيدي واحد السيركل شتي غتجي لنا سيدي في الطرف الاخير ديالو غتخيلو كاين عندنا سيدي واحد النقطه ام ياك رسمها عموديه انت عموديه على على الشعاع دابا تخيل هذا هو الشعاع عموديه عليه بلاتي راه قالك لك خذ شي سلم مناسب ديما تنقول للوليدات دي انا نفس القضيه تنقول لهم ها اجي لي شنخذ ديك السرعه ديالك مثلا 6.28 عطيها لي انت سيدي مثلا كالسلم هي مثلا 3 سنتيمتر او عطيها لي مثلا هي 2 سنتيمتر المهم انت وعينك ميزانك انا خوتي مثلا نعطيها مثلا شحال عطيتها خوتي مثلا انت ماكينا 3 اذا غادي نجي هنا خوتي اش غندير نعطي لهذه خوتي هنا 3 احسب لنا 3 سنتيمتر وغنضرب هنا المسطره ديالي وغنسمي هذه خوتي شنو هي نسمي هذه السرعه ديال لافيتاس ديال الجسم ديالنا في بكل اختصار وغندير لها متجه هنا عرفتي علاش باش تبقى عندي اخوتي ديريكتومون خدامه ومزيان هاد السؤال كتكون اخوتي ما عمركم تبعتو فشي بلاصه كاين اللي كياخذ مثلا يقول مثلا جوج متر بار سكوند هي واحد سنتيمتر ويدير العلاقة الثلاثيه حتى هي راه زوينه حتى هي كتحس بصحيحه عرفتي دابا هانت شوف شوف معايا ركز معايا ركز معايا ركز معايا دابا مع اللي يلاحظوا انت اللي يلاحظوا انت اللي يلاحظوا انت ما درنا والو درنا احسن ملخص ايه احسن ملخص احسن ملخص لكميه الماده ها هي احسن ملخص لكميه الماده وصحينا بزاف ديال التمارين في كميه الماده ودرنا احسن ملخص الدرس ديال الغوطاسيون ها هو احسن ملخص الدرس ديال الغوطاسيون وخدمنا فيه التمرين الاول وخدمنا فيه التمرين الثاني ولكن واحد التمرين في لا روتاسيون كيتصادفوا مع الدراري بزاف كيتبقاو يصيفطوا ليا في الخاص استاذ التمرين ديال الميديا رأم عرفتي راه اللي كيصيفط ليا التمرين غنقول ليه راه ماشي خويا راه كتقلب على راسك بالرجوله ملي عرفتي بلي هذا التمرين هذا كيتحط بزاف انت راه من التلاميذ اللي تيقلبوا على راسهم عاد عقتي به لأنه يعني فريمون اخوتي كاين واحد التمرين ديال الغوطاسيون وكيتحط بزاف معروف ها هو انا نوري لكم اخوتي هاد التمرين هذا معروف هاد التمرين هذا عرفتي شحال من تلميذ عارف التمرين تحط التمرين تحط هدا هدا التمرين التمرين هاد التمرين هذا راه كيتحط بزاف هاد التمرين هذا اخوتي راه كيتحط لكم بزاف هذا وهذا هاد واحد جوج انواع ديال التمارين في الغوطاسيون راه ميمكنش اصحابي شحال كتلقاو هادو في الفروض راه ميمكنش شحال كتلقاو اخوتي التمارين هادو في الفروض على بركه الله نبداو معاهم اخوتي خصوصا هذا دابا دخلنا عليكم بالله اختي شحال من فرد لقيتو فيه هاد التمرين هذا هذا راه هو هاد ليكواسيون اوغيغ كيربيلون ليكواسيون اوغيغ اونغيلير هاد جوج ديال ليزيكواسيون هادو راه هما هاد التمرين عرفتي انا شحال من فرد شحال من استاذ مشيت شفت الفروض ديالو كنلقاكم اش كيديروا لكم في الفرض تيخليك انت كتمشي كتفهم هادشي هذا كامل كتفهم هادشي هذا مزيان هو كيدير لك الفرض كله على ليكواسيون اوغي كيدير لك الفرض كامل على ليكواسيون اوغي اذا ليكواسيون اوغي اهم حاجه خصني نكون فاهمها انا ان شاء الله اليوم الامتحان ديالو مشينا اخويا مشينا يلا اخوتي على بركه الله ونتوكل على بركه الله كالعاده اخوتي كالعاده 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 بالله بالله بلاتي ها لي يلاه التحق معانا لي يلاه التحق يلاه التحق انت ما تخافش راه هذا هو التمرين اللي داير عليه اللايف كامل راه كلشي حاضر اللايف انا وديت ليكواسيون اوغي راه كلشي فاهم داكشي مزيان كاع الوليدات راه ما تعرفوش فقط إيه. يتعاملوا معايا يتعاملوا مع ما يسمى بليكواسيون اوغي المعادلات الزمنيه يعني ما تخافش اذا كان عندكم شي مشكل مزيان اخوتي هادو غيبقاو فينا اللايف اللايف ما غيرتشجلش. والله يب. ما غيتسجل ما غنساش اخوتي الفرد ما تخافوش كاع اللي داخل المجموعه الواتساب المجانيه راه غيتوصل توصل... غيتوصل غيتوصل اخوتي بهذا الفرد هذا كاع اللي داخل المجموعه الواتساب المجانيه راه غيتوصل بهذا الفرد هذا وهذا اخوتي راه هو رقم واتساب لعبد الدراري العرض كيما العاده اخوتي ها هو رقم واتساب ديال العرض اخوتي كيما ديما راه كيما قلت لكم اخوتي باقي يومين باقي غدا وبعدو يوم الجمعه اخر يوم لتسجيل في العرض دريس دوت كوم ديال اولى بكالوريا يوم الجمعه هو اخر يوم للتسجيل صيفط كلمه عرض لهذا الرقم واتساب هذا اخر يوم للتسجيل هو يوم الجمعه ان شاء الله وغادي نسدو اختي باب التسجيل حتى اخر السنه لايفات يوميا ماراطونيين يوميا جوج سوايع عرفتي الاشتغال على جميع الحالات في كل درس كتنسى لك النجاح كتولي انت مركز فقط على الجهوي كتنسى لك الموتور فيزيك النجاح ديالك كتنسى كتولي انت خدام على حاجه وحده وهو الانتحال الجهوي ديالك وكما قلت لكم في العرض تيكون داكشي منظم كتكون مجموعة الواتساب خاصة بالإجابة على التساؤلات ديالكم والتواصل معاكم بشكل يومي وكنخرجوا معاكم تمارين اللي كيوصلوا لكم من عند الأساتذة وكنشرحوا لكم فقرات اللي كيخدموا معكم الأساتذة وكتكون مجموعة ديال الفيسبوك خاصة خوشي باللي لايف وخاصة باللي فيديو كما قلت لكم آخر أجل التسجيل هو يوم الجمعة إن شاء الله وآخر أجل التسجيل في العرض ديال الأولى باكالوريا نكملوا أختي على بركة الله كما قلنا عندك مثلا هذا هذا عندك مثلا هذا الشيمة هذا واحد الشكل معين عندكم أخوتي هنا واحد المنحنى ها هو واحد المنحنى ديالي شوف معايا خوتي هنا عندنا هنا سيدينا واحد المنحنى شوفوا خوتي هذا المنحنى هذا عندنا خوتي هنا كالعاده افاصيل اراتيب انا خوتي راه مع ما كيبانش لي هنا غناخذ شي نقط انا عاد نوريهم ليكم اخوتي شحال كانوا عندي هنا خوتي هنا شحال خمسة عرفتي شحال الصورة ديالها خمسطاش هاي عندنا خوتي هنا مثلا عشرة هاي هنا خوتي هنا عشرة هاي هنا عشرة شحال الصورة ديالها هنا خمسة وعشرين يا اخوتي هنا 25 يلا مشينا نبداو على بركه الله قالك سيدي هنا راه عباره على ديسك هذا حنا اللي خدامين عليه راه عباره على قرص ديسك شحال القطر ديالو هنا القطر ديالو اخوتي قالك هو دي كتساوي شحال كتساوي 20 سنتيمتر دي كتساوي 20 سنتيمتر ياك اول سؤال اول سؤال ها انتم السؤال الاول هذا اول سؤال في هذا الفرض هذا قال <سؤال> كي لي لا ناتور دي موفمون دي ديسك جيستيفي فوت ريبونس ماشي غير كي لي لا ناتور دي ديسك قال لكم كي لي لا ناتور دي موفمون اون جيستيفيون فوت ريبونس ها انتم هذا الشكل هذا راه تمشي للفرض هذا القاعه وعقل قولها لها لي ادريس وعقل قول لها لي ادريس راه تمشي للفرض هذا القاعه الفرض كله داير لكم على ليكواسيون اوغي راه هذا الشكل هذا مي تلقاو هذا الشكل في الفرض هانتوما خوتي راه داير الاستاذ هادي بالراديان ودير هادي بالسكون دير نفسه راه مي تلقاو خوتي هاد الشكل في الفرض عارفوا بلي انه الفرض كله داير لكم على المعادله الزمنيه ديال ابسيس <سؤال> <سؤال> على حساب هنا مثلا تيتا هاد راه ديال لابسيس اونغيلير هذا راه ديال لابسيس اونغيلير هذا راه الفرد كله داير على المعادله الزمنيه عقلوا على هادي مزيان الا لقيتو بحال هاد الشكل في الفرد الا لقيتو بحال هاد الشكل في الفرد راه الفرد كله داير على المعادله الزمنيه وهذه هي الحاله الوحيده اللي كتعاملوا فيها مع المعادله الزمنيه جا مثلا اخوتي نفس السؤال الاول قال لي اخوتي مثلا في السؤال الاول شنو قال لي قال لي حدد لا ناتور نوع لا ناتور دي موفمون نوع الحركه او لا طبيعه الحركه شنو هي اخوتي طبيعه الحركه ديال الدوران ديال هاد الديسك غادي بكل اختصار شوفوا معايا تغيرات ديال طيطا بدلالة الزمن عبارة على مستقيم أو عبارة على دالة ماشي أي دالة هادي هادي كتسمى دالة أفين دالة تآلفية عبارة على دالة تآلفية إذا التغيرات أخوتي ديال طيطا بدلالة الزمن عبارة على دالة تآلفية إلا شفتو معايا أخوتي مزيان التغيرات ديال طيطا بدلالة الزمن هاد التغيرات ديال بدلالة الزمن التغيرات أخوتي ديال طيطا بدلالة الزمن راه كنا ديجا قريناهم أنا نشرح لكم كيفاش البلان هانتو كنا قرينا اخوتي ما يسمى بالداله التالوفيه شنو هي الداله التالوفيه تيكون عندها اخوتي هنا واحد الشكل دايره هكا هذه أنا انويه بالدالة تالوفيه ركز معايا مزيان يعني. كيديروا ليا هنا كنا فاش كنا اخوتي كنقراو في الكوليج كنا كنديروا هذيك في التسعه في قرينا هذه في التاسعه كنا قرينا هذه الداله التالوفيه كيكون عندنا اخوتي هنا ي وهنا كيكون عندنا اكس وكنا كنقولوا ان هذه دالة التالوفيه كيفاش كنتعاملوا معها كنتعاملوا معها كالتالي يعني. كيجينا هنا مثلا كيدير ليا هكا كيدير ليا هكا ها انتما اخوتي عندكم أنت هنا مثلا 6 8 عندكم هنا مثلا واحد جوج كنا خوتي كنا في الكوليج كنا تنقولوا ان هاد الداله التالوفيه كتكتب ليا كالتالي ي كتكتب على شكل واحد ثابته ام فوا اكس زائد بي هذا خطية الداله التالوفيه الا بغيتي الام الا بغيتي الام كيفاش كنا هذا كنديرو كنا كنديروا 8 ناقص 6 يعني الاول ناقص الأرتوب الثاني على الافصول الاول ناقص الافصول الثاني جوج على واحد هي جوج كيفاش كنا كنلقاو هاد البي هذا هاد البي ديما كنا كنمشيو كنجبدوه من هاد البلاصه هادي بي مباشره كانت مثلا نقول مثلا هي خمسة هادي كيفاش كنا كنتعاونوا مع هاد الداله التالفيه دابا اش غادي نقول لي انا هنا نقول بما انه التغيرات ديال تيتا بدلاله الزمن ثابت مع مرور الزمن نقول لي انه اونا لا فارياسيون تغير التغير لا فارياسيون دو تيتا دو تيتا اون فونكسيون اون فونكسيون دي طون بدلاله الزمن بدلاله الزمن فونكسيون دي طون مالو 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 اتش 1 عباره فونكسيون افين داله تالوفيه واقلت يا الداله الخطيه الداله الخطيه كتبدا من المركز هادي كنسموها بالداله التالوفيه هي داله الوفية اذا ماذا الحركه اذا لو موفمون اتش 1 موفمون دو روتاسيون انيفورم هي حركه دوران منتظمه صافي خيار عربي لدينا تغيرات تعطى بدلاله الزمن عباره على داله تآلفية اذا الحركه هي حركه دوران منتظمه في السؤال الثاني في السؤال الثاني تخيل معايا قال لهم اخوتي في السؤال الثاني في السؤال الثاني قال لهم اوجد سرعه الدوران. لا ديال لاغوطاسيون اوميغا سرعه الدوران اخوتي اوميغا شحال كتساوي لكم السرعه ديال الدوران عرفتي اول حاجه غنقول لكم الدراري تبارك الله عليكم اكثر من 300 تلميذ في لايف اصلا معكس مع الصوت كملنا جوج سوايع عندي ما نسالكم اخوتي بدينا مع السبعه دابا راه وباقي اخوتي الوقت لا اخوتي انا ما عندي ما نسالكم زعما فريمون ما عندي ما نسالكم عرفتي اخوتي كي غنخدموا هادي عرفتي كي غنديروا نلقاو اوميغا غنفكركم اش هي ليكواسيون اوغي هانتوما محور الاراتيب اللي هو تيتا كيساوي واحد الثابته في محور الافاصيل زائد زي تيتا زيرو زي اذا شنو هي اوميغا اوميغا هو كتجيولي شنو كديروا مباشره دلتا تيتا على دلتا تي هانتوما انتما تقول لي اوميغا شنو هي هو نديروا التغيرات ديال تيتا بدلالة الزمن ياك خدو شي نقاط؟ مثلا نديرو مثلا خمسة وعشرين ناقص خمسطاش ياك على ايش اخوتي على عشرة ناقص خمسة أيه دوز يلا دوز شحال اخوتي تبقى لنا في البسط قلنا لنا عشرة على خمسة هي جوج كالعادة اخوتي راه هاد البسط هدا راه بالراديان والمقام اخوتي راه بالسكون اوكي <applause> <applause> دوز يلا دوز السؤال الثالث ها نتوما السؤال الثالث طلب مني في السؤال الثالث واخا واخا اخوتي واخا واخا في السؤال الثالث طلب مني ان نكتب المعادله دابا ديال تيتا بدلاله الزمن المعادله ديال تيتا دو تي بدلاله الزمن كيفاش نكتب انا المعادله ديال تيتا دو تي كيفاش نكتب اخوتي هاد ليكواسيون هادي انا نوضح لك الطريقه ديال ديال التعامل مع هاد تيتا دو تي هادي ركز معايا مزيان يلا اول مرحله هي هادي كتجي فلو كتكتبوا العلاقه تيتا دو هي اوميغا دو تي زائد تيتا زيرو هذه العلاقه بصفه عامه الا بغيتي انت تخدم على هذه لا كي غدير تخدم على هذه لا بكل اختصار غتجي غتعوض اوميغا لهنا غتعوضها هنا غتولي عندكم هاد تيتا دو تي شنو هي هاد تيتا دو تي هي جوج تي زائد قلت لكم هاد المعادله ديال تيتا دو تي كتكتب لنا على الشكل هذا اوميغا هي حسبناها هي المعامل الموجه وكيفاش كنلقاو هاد الثابت اللي كتكون عندنا هنا اجي نفكركم في التاسعه كنا كنجبدوا هاد بي هذا كنمشيو للتقاطع ديال المعلم مع محور الاراتيب تنجيو هكا كنقولوا نيشان انه تيتا زيرو في فهاد الحاله غنقلب على هاد الاحداثيات ديال هدي شحال الا شفتو اخوتي وشفت معايا هنا مزيان شحال كتساوي تما هادي لكم هنا راه هي 5 هذا اخوتي راه كتساوي 5 اذا زائد 5 وهادي هي الطريقه باش كنلقاو باش كنلقاو اخوتي هاد طيب تيتا دو تي بدلاله الزمن عرفتي شحال من واحد يسولني آه ليكواسيون اوغري ليكواسيون اوغري ليكواسيون اوغري تنقول لكم خوتي عندها لها سؤال واحد لها سؤال او طريقه سؤال واحد في الامتحان واحد دابا نتوما مع مزانيه ولا بكالوريا هناك طريقه واحدة باش كتروحوا لكم السؤال ديال المعادله الزمنية ديال الحركه هو هذا الميبيان هذا عقلوا لي ان هذا المبيان مزيان نهار الفرض راه اللي تبع التصحيح هذا دابا اللي تبع معايا هذا اللايف هذا مع اعتبار ان هذا اللايف هذا ما غيتسجلش راه اللي تبع اخوتي اللي تبع اخوتي هذا التصحيح هذا بالرجوله راه نهار الفرض من اللي غايلقى هذه المعادله غيخدمها غي وغيجيب فيها ان شاء الله اعلى نقطه كاع اللي تبعوا هذا اللايف هذا تبعوا التمرين هذا تقدر تمشي للفرد تلقى الفرد كله داير لك على هذا المبيان وغتخدم ان شاء الله وغتضرب نقطه مشركه كيما قلت لكم خصوصا اخوتي هذا اللايف هذا ما غيتسجلش يعني راه اللي تبع اخويا الشرح هذا راه عندي ما نسالو سير اخويا طلب مني في السؤال الموالي لقى هي اس دو تي ها كي ندير اخوتي لقى شنو هي اس دو تي ركز معايا اخوتي انا اخوتي مزيان في هذه القضيه ديال اس دو تي السؤال رقم اربعه كيفاش تلقاو اس دو تي بشويه لكانت شوف معايا اخوتي هنا الطريقه باش كنجبدو داك اس دو تي غنجي في الاول غنكتب في الاول علاقه اللي انا عارف شنو هي اس دو تي اس دو تي كنعرفوا انها هي في علاقه كاين ما بين اس دو تي وما بين دو تي ها ال هي اف تيتا هي جاي اس دو تي هي اف فوا تي تي واش انا عندي ار لا هذا فوا تي دو تي شحال قرنتي مسلسل بانه هذا

طلب منكم اخوتي شحال غيدور الديسك من دورا خلال 30 ثانيه ها هو دابا هذا التمرين هذا اللي كيتحط لكم بزاف الفور اللي كنتو كتسولوني عليه بزاف ليكواسيون وغير. ها انا صحيت معكم اخوتي كامل راه كنحاول اخوتي والله الا اخوتي كنحاول نكثر لكم لي لايف وندير لكم لايفات ماراطونيين احنا دابا اخوتي راه فتنا جوج سوايع في هذا اللايف هذا ولكن اخوتي راه الغالب الله راكم عارفين راه مع خوتكم في العرض ديال الاولى باك خوتكم في العرض ديال الثانيه باكالوريا اليوتيوب الحضوري راه راه النهار هو هذاك كيدوز عندي راه اكثر من 12 ساعه الخدمه في النهار راه السلامه اخوتي كما تيقول على بركة الله أخوتي مع السؤال رقم خمسة ها هو السؤال رقم خمسة السؤال خمسة أخوتي أش قال لي السؤال خمسة قال ليا قول ليا شحال غيدور لينا هاد الديسك هذا من دورة خلال 30 ثانية إذا خلال 30 ثانية خلال تي كتساوي شحال 30 سكون شحال غيدور لينا هاد الديسك هذا شحال غيدير من تور شحال من تور غيدير لينا هاد الديسك هذا شحال من تور غيدير لينا هاد الديسك هذا واش غيدير لنا جوج ديال لي تور ولا غيدير لنا ثلاثة ولا غيدير لنا أربعة ولا غيدير لنا 10 ديال لي تور هنا أخوتي راه كيسولكم على تيتا هاد المعادلة هادي كتعطيكم شحال من دوره الى عطيتيني اللحظه اذا غادي نسول ان هذه المعادله اثناء اللحظه تي كتساوي 30 سكون شحال غيدور هذا الديسك هذا غنعوض هذه باش ب 30 غتولي هي جوج في 30 زائد 5 شحال هي 65 راديان هنا غادي تقول الفرد. ما انت نهار الفرض هو ما قالش بالراديان هو قالك بالتور وانا تفكر واحد التحويل كنت عطيتو لكم قلت لكم ها انتما اخوتي راه التور كتضربو في جوج بي باش كتلقى بالراديان اذا لا بغيتي ترجع مارشاريان الا بغيتي تحول من راديال تور غتقسم على دو بي اذا غادي نشدو هاد 65 حنا على دو بي باش نعرفو شحال فيها من دوره غادي 65 مقسومه على جوج بي ها يا خوتي جوج بي شحال كتساوي اخوتي كتساوي هي 10 ديال الدوره تنقول لو ديسك ا لقامه شحال دار اخوتي شحال 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 دار 4 تور القرص قام بكم من دورة أخوتي؟ ب 10.34 دورة كنتمنى أخوتي نكون طيبت معكم مزيان الدرس ديال غوطاسيون والدرس ديال الكونت دو ماتير عرفت تعطلت بزاف على المونيتار خصني نخرج مع المونيتار شوية تعطلت أخوتي بزاف على المونيتار كاسدر منكم بزاف حيت ما درتش معكم لو لا لابويسونس إن شاء الله غدا باقي عندكم إضراب الجمعة كلنا تحت شعار ادريس عندك تنسى اللايف ديال غدا في اللايف ديال غدا ان شاء الله لو ترافاي لا بويسونس ونعاود معكم الرياضات في لايف واحد ان شاء الله يكون لايف في ثلاثه ديال السوايع هيكون احسن لايف غتكون احسن خدمه خوتي اخر مره غادي نقولها لكم راه التسجيل يوم الجمعه اخر اجل باش ما تسولونيش نهار الجمعه غادي نسدو التسجيل في العرض ثمن العرض اخوتي راه 150 درهم العام كامل تخيل معايا عمر هذا العرض ما كان بهذا الثمن هذا ولكن نهار الجمعه اخوتي غيسالي لان كان اقبال كبير فغنساليوا التسجيل الجمعه مادة الرياضيات، مادة الفيزياء، المواد بجوجهم ب 150 درهم العام كامل، لايفات ماراطونيا يوميا، يوميا لايفات ماراطونيا، ولكن بعد غدا غيستري التشجال بعد غدا، يعني باقي غدا وبعدو، الجمعة خوتي راه عارفين تيكون عندنا يقبل، إذا غادي نقول لكم أخوتي باقي غدا إن شاء الله، وبعدو بالنسبة فلوف. خادر في فلوفخ، كيما قلت لكم أخوتي هاد لوفخ هذا راه فيه لايفات يوم، ماراطونيا يوميا أكثر من جوج يوميا، في مجموعة خاصة فيسبوك، تواصل عبر الواتساب، تمارين، سلسلات، تواصل عبر الواتساب للاجابه على الاسئله ديالكم والتمارين اللي كيعطيكم الاساتذه الى غير ذلك تهلاو اخوتي في راسكم بزاف 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 الله يوفقكم العام باكملها اخوتي السنه باكملها 150 درهم تهلاو في راسكم اختي بزاف الله يوفقكم يا ربي والله ينجحكم أه بونكو غادي يجيكم خوتي وما عندي ما نسالكم صبرتوا معايا اليوم اكثر من ساعتان ديال الخدمه بدينا تقريبا قبل السبعه ضربنا خوتي اكثر من جوج سوايع اليوم ما عندي ما نسالكم تهلاو في راسكم بزاف الله يوفقكم اخوتي الله ينجحكم ما عندي ما نسالكم يا احسن خوتي يا احسن تلاميذ خدموا على راسكم اخوتي واستغلوا هذه الفتره هذه ديال الخدمه الا باغي يوصلوك الملخصات راك عارف شنو غدير الا باغي تدخل المجموعه المجانيه اللي خاصه بالملخصات اللي كنلوحوا في هذه الملخصات غتاخذ شي سكرين من اللايف غادي دير ستوري غادي طاقينا فيه غتلقى راسك داخل المجموعه غانت عادي ساهله المراحل كدير سكرين في اللايف كدير ستوري كطاغينا فيه كيجي عندك الادمي كيدخل لكم مجموعه من الجيني كيصيفط لك ليان ديالها تهلاو فراسكم اختي بزاف الله يوفقكم يا ربي والله ينجحكم يا احسن خوتي ما عندي ما نسالكم اخوتي على اللايف ديال اليوم وتبارك الله عليكم اخوتي وامسيه سعيده وبون اخوتي وكان وغيبقى الشعار ديالنا يا النجاح يا نجاح مونسيون تهلاو فراسكم بزاف اخوتي وربي يعاون بون اخوتي